السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جمهورنا الغالي على التويتش وعلى اليوتيوب. كنت بقول الانستغرام ما أدري ليش. في بث المانجا الأسبوع اللي يجي كل أسبوع، ونبي أول شيء تحية من جل عشان نطمن إنكم تسمعون صوتي كويس بسرعة. لا لا قاعد يستعبط يستعبط يا أخي، لا تخرب علي. قصر شوي المايك حقك، شوي قصر. دقيقة دقيقة، دعونا نقول حلو زين. كيف ممكن اقصر من المايك؟ من اعدادات الزوم تحت في الزوم عند علامة المايك يسام على فوق، تضغط عليها اوديو سيتنج، بعدين يجيك. والله يا جماعة من التعب والفاوة نسيت اسوي ريتويت لل المهم نطلع على اللايف. عاد عاد ما يحتاجك. والقصف جبهتي اخوي. شوف يا شباب، ترى صوته عادي، ما ادري ليش تبون يوطي الصوت. لا الشباب الجمهور تشوفه عادي ولا لا؟ يقولون عادي. اذا عادي خلاص، خليك 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 معك مني معك مني، معلش انا يمكن سماعتي قويه. اوكي السماعات اللي عندك قويه. نعم وطيت شويه بس خلاص ما يخالف. اوكي تمام كله تمام. ابو محمد رحب بالشعب. اي السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين؟ يا مرحبا يا هلا، نورتوا البث وان شاء الله يكون بث ممتع معكم. طيب ابو جلو رحب كذا خلاص. اي رحب. طيب اول شيء يا حبايبنا نسعد مساكم بكل خير، نعتذر على التاخير اول شيء في اللايف رياكشن بشكل عام وفي البث بشكل خاص، كنا مسافرين تونا رجعنا من جده. يا مرحبا اللي جاي من السفر. عندنا الفوكس عندنا يا يا اوه سوري ما لا خلك 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 اخوي. طيب انا كمان سوالف هو بيضبط الموضوع. فتاخرت سبت طبعا زي ما قلنا لكم انه في الحلقات اللي بنحاول بعضها نسويها بعد البث اذا في مجال وفي طاقه، اذا ما في مجال بكره ان شاء الله كلها كذا بوف 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 ان شاء الله قبل بث الانمي اذا الله اراد ان شاء الله، لكن في ان شاء الله بعضها بنحاول نسويها بعد البث اذا في مجال على حسب طاقه الشباب وتحملهم وجبنا العيد. انا كمل معك مني، كمل 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 وضحتنا. طيب ف شوف روحي مرتين. طيب مشكلتك شوف روحك مرتين، مشكلة احنا غطينا على حمد اليماني والمشكلة يوم كثر قدمنا لك فضحتنا. طيب فثلاثنا احنا نستنى ثلاث اشخاص يجون ايضا للبث اللي هم دحوم الريزان، ايضا زعزوع من بريده اخيرا رجع رجع الحوريه على قولتها حوريه زين. اللي شاف لوك يفهم السالفه، اللي ما شاف لوك يعني ما راح يفهم. كيفكم؟ عاد راحت عليك. واخيرا معاذ ان شاء الله بيشاركنا من الرياض باذن الله اخيرا بعد ما كانوا شهر كامل هنا. عيالك تشردوا يا اخي عشان تسوي شاهي عزك تاخرت نطلع في البث. اها ترى اوريدي متنمر عليك. ما في صوت. لا خله قاعد، خله خله خله. انا حاضر من الساعه 9. انت اللي نايم يا ابو خليل نايم. انا جيت هنا الساعه 10 و10 دقائق ولا ما شفتك هنا. جروب الواتساب ليش؟ ما اعلم جروب الواتساب، انا علم الزوم. ما شفتك في الزوم يا جماعه. والله ما يصير، اقسم بالله ما يصير. هي برو كوم اون يو ار بروفيشنال. امسك عنك الماوس يبا. لا 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 ما قلت لي راح تنمر حتى على اخوي. ما في يا جلو، احنا تخصصنا التنمر. هذه المصيبه. طيب اما اللي عارف كيف تحملتك سنه ونص. لا ترى يعني البعد يزيد التنمر تدري، فهمت يعني؟ هذه هي المصيبه. لا من اول التنمر بيني وبينك الحين سناب اي في العلن يعني. بس والله اني اقول للناس بس ما انت ما تفهم يا جلو، يعني اقول من حبك تنمر عليك بس انت ايش عرفك. طيب عندنا اليوم ان شاء الله مانجا ون بيس ومانجا بلاك كلوفر. ضبط الفوكس مانجا كينج دوم هم اللي نزلوا الوحيدين. جمهورنا الغالي ضبط الفوكس ولا لا؟ لا ما ضابط، انا شايفكم تمام. اوكي ممتاز، معلش اعتذر على الاخطاء. انا اقول نسجل من جديد احسن. لا 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 حالات حالات البث بخرابيط بخرابيط، يعني حق اليوتيوب لازم يشوف نفس اللي حقين التويتش. ما في تفرقه يا شباب. نعم تفرقه جناي، يعني اذا عيد كبير اوكي بس عيد صغير كذا عادي مشي الحال. فا يا جاهزين يا جماعه؟ وي ار ريدي. يقول تمام فوكس يا ننطلق في مانجا ون بي زي ما عودناكم، بعدين بندخل على مانجا كينجدوم. هذا المنيو اليوم زي ما شفتوا في العنوان، وطبعا كينجدوم ما ادري انا خفت انا. اي والله كذا وضغط الزرار كذا يطفى. ما صار شيء ما صار شيء، كملوا انتم عليكم مني يا اخي. اوكي شلونك يا جلو؟ والله انا بخير دام الوضع عندكم مو طيب.
مبسوط ها؟ شالوك من البث كلك. لأسباب مبينة ما تكون. كملوا انتوا كملوا. رجع شكرا عيد التسجيل. والله يفضل ترى تعيدون التسجيل. لا 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 يا اخي خلها ملح البث يا خلي فلكسبل يا هذا ملح يا ولد كنت موجود هنا كنت دخلت على غلط عادي ما كنا نقول لك شيء يعني الحين يوم وصلت هناك خلاص صار يتنمر علينا يا زرينا ايه واضحه. طيب يا جلو خلينا نبدا من عندك اول شيء. كثير من الشباب يقولون منور يا سعود. بالنسبة للهامش يا كابتن حق ذا بنستنى عشان زعزع بيطلع لنا سلناها الحين بنرجع نضغطها مرة ثانية. ايه هذا السبب ترى احنا متكتكين كذا. جلو تبي تتكلم عن حلقة الانمي ون بيس ولا؟ او المانجا ادخل على طول. ادخل مانجا ادخل مانجا على طول تفضل خلينا نتكلم عن رايك عن الفصل لانك انت ما كنت لا 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 يفضل تتكلمون عن حلقة الانمي. لا لا بكرة بحلقة الانمي في الانمي بث الانمي بكرة شو عادي. طيب اوكي ممتاز الا اذا كان في جانب ما في جانب في المانجا ما في جانب مانجا يا معاذ شنون وصل الاسطورة معاذ يا ويلكم يا ويلكم هحتاج اضبط الشاشة انا ما قلنا خلاص عشان راسي انا مدنق قديتوا بث ولا توكم احنا لايف احنا لايف يا عمر ابو علي جزاك الله خير. شوف الزوم شوف ايش ذا الكلام ذا طفي المايك حقك يا معان لما تجهز بي ريدي اند بريبيرد اند كم باك يلا بس خلي اسمك طارق شيرون طفي المايك يا معان لا لا جاهز منور منوركم والله النور قوشه خلينا نضبط النور وجهك لا لا زين خليك منو لازم يطلع مظلم ذا الولد خلك منور كذا كذا كويس مالك الضلال مالك الإنارة الحقيقي. السلام عليكم جميعا عليكم السلام ورحمة من زمان عن أيام الزوم والله والله من زمان عن مطار جدة اليوم والله من زمان الصباح عن مطار جدة زمان عندكم والله صدق والله أحمد مشتاق لك من زمان ما شفتك يا عمي أحمد الحقير اليوم في يصيح في السناب يوم نزلنا قاعد بنطرب الوسط شوفك أنا أكاد بعد خمس دقائق شفت يا جلش التنمر أكرمك الله على بس أنا أدنى من محبة يسويها مو بزيك أزعل وضايق اسمع أنا سويتها تعمد اوريكم انه اقدر امثل عرفت وضع سناب الامس ترى يا اخي مو ممثل احنا قلنا مؤدي صوت ما قلنا ممثل يا لا تقتل المتعه لا اوريك يعني متكامل تمثيل سيو اي شيء اي فرصه اي لما مثل لما مثل دور قال الله لا يوفقك سعود موجود ولكم على السلامة انت توك صاحب النوم صح؟ لا واصل رياض متأخر واصل رياض متأخر والله للحين ما دمت حد يلا الحمد لله على السلامة هذا الله يسلمكم طيب اذا الحين وش العلم بتبدون التسجيل ولا لا بديل والله ما وقفنا ما نحن وقف خلاص خلينا طالع الو اكثر من كذا خلينا جلو اذا عنصر صوتك ضعيف ترى المعلمين ارفع صوتك جلو طيب ايش اسوي انا قرب المايك بس المايك زي ما رخيته اول هذا هو المايك ما اول ما رخيته رخيته اول انت ارجع ارفعه طيب تكلموا على بال ما على ما نضبط يعني احنا قلنا الخميس الماضي في بث المانجا يوم طلع معنا جلو او بث الانمي انه حنضبط موضوع الصوت والحمد لله تم انقطاع وصلات وجلو برضو الصوت عنده ضبط اكثر وضبط الاستوديو بعد شوف حط مانجات حط لوحات سلام دانك ترتيب يعني هذا هو في البدايه مال الاسبوع يا شباب يعني عطوا بعد كذا شهر تشوف الاستوديو حق احسن من الاستوديو حقنا عادي طبيعي يعني هذا جلو تعابير وجهه تدل انه ما هو معك يا شباب مبسوط اللي قاعد امدح شفت تسريحة شعره بالحالة تكفي لك انه واضح انه قديش مرتب مضبط يعني انا عارف الرومي لما يكون مرتب مضبط وضعه وكاس الشاي موجود خلاص كل شيء اوكي كل شيء اوكي نداوم اسبوع في ينبع صعب علينا في الجدة اكيد مو كل شيء اوكي عدنا والعدع يلا تفضل يا جلو جهزت ما ادري كيف كذا الصوت تمام انا اشوف عندي سقع بالاصفر فالمفروض انه اوكي تمام روح ابشر طيب بسم الله نبدا بالفصل يا جماعه الخير 1006 16 اوكي شكرا اللي هو بعنوان انا اوتما نعم صح نعم هذا عنوان الفصل فندري هذا عنوان الفصل وهي الكلمه اللي قالتها اصلا قبل لا
تعلن. أيه. المفروض انها تعلن وتبدا تقلب الاشخاص اللي معاها ضدها. اعتقد انكم قبل لا نخش في التفاصيل تسالون عن تقييم الفصل صحيح؟ يلا تفضل. انت ما قيم تقيم وقول التفاصيل وقول كل شيء اللي عجبك. طب اوكي الفصل عادي ما هو بذاك الرائع ولا هو السيء صراحه، فصل متوسط. عشان كذا انا راح اعطيه 7/10. كان ممتع. شفنا لمحة لأوتوكو، الكاتب يبغى يذكرنا فيها ويذكرنا في حكاية ياسوئي اللي مات أو ربما ما مات يعني. ما هذا بالإضافة إلى إعادة الأحداث عن طريق مشهد جابوا في السي بي زيرو وهم يتناقشون يورونا كيف كانت موازين القتال قبل بداية المعركة إلى الآن وكيف انقلبت حبة حبة، قاعدة تنقلب ما انقلبت تماما يعني. من 24,000 كانوا ضد 3,000، 4,000 انقلبوا وساروا في صالح تحالف الساموراي والمينكو النينجا وحق لوفي ومن معه، فصاروا 7 إلى 20,000 يعني. ممكن الواحد لو قاتل شخصين ونص ممكن تكون الغلبة لتحالف لوفي والساموراي. بدأ ما حدث لمومونوسكي غريب جدا. في الفصل السابق جابوا لنا الجرف اللي كان فيه مومونوسكي ومين ايش اسمه ذيك شينوبو فعلت قدرتها ومزلق الجرف، بس ما كان في صورة واضحة للي صار إلى مومونوسكي. لكن الخبر اللي وصل لي ايش اسمها هذيك اللي تشيع الاخبار، بوهاو يبدو بانها كانت خلاص تبغى تذيع خبر سقوط مومونوسكي. وهذا الشيء ما صار، وكان بفضل اسوب صلح دور جميل جدا يعني. جعل من معركه اولتي ونامي ممكنه، لانها في الاساس نامي كان من المستحيل ان تهاجم بالبرق على أولتي ما لطالما كان جنبها أو شايلها هي أوتاما، ولا يمكن أن يصيبوا أوتاما لأن أوتاما هي مفتاح ممكن يقلب موازين المعركة. من إلى الفصل فيه كثير من الأحداث ممكن نناقشها حبة حبة، ما ودي يعني أتكلم عن كل الأمور، ولكن أهم نقطة ممكن نناقش فيها ساعات هي اهتمامنا في كايدو. من أول صار كان منصب حول أنه أقوى مخلوق، الآن لا، صار حول أسرار يعرفها كايدو كشخص يعني عنده أسرار. اليوم نسمع يقول لنا أنا ما كنت راح أمكث في وانو إلا لأنها دولة وانو. هذه الجملة سمعت إيس قالها في أرابستا، قالها ليلوفي لما كان يتكلم عن قرصان اللي هو كروكودايل، يقول لا يوجد قرصان يضع مسراته أو مرساته عفوا في مكان واحد إلا وهو يبحث عن شيء معين يريده. فهذا الأمر اللي أتوقعه بالنسبة لقرصان آخر اسمه كايدو، ما وضع نفسه في وانو إلا لأنه يبحث عن وانو. والآن بإمكانكم تضحكون على التكليجة. طيب زازا تقعد طقطق، تعال هنا سمحت تكلم في الشات تقعد طقطق على جنوب. أبغى البث 10:30 زين، وفي الأخير يسحب ويتأخر، أول واحد يسحب شكرا الله. يلا عجالك في النادي مسامحينك. طيب المفروض معاذ يتكلم الظاهر، ما كان معنا في اللايف ولا كان معنا يوم الجمعه، كان موجود هنا. الله ذكرتي انا مشوش حاليا. زازع اللي كان موجود اللي نبيه بس يتحرب حتى من البث، ترى البث مطول وما في ون بيس وكينجدوم. تفضل ابو محمد، تعليقات مداخلات اضافات او تقرا الترجمه اول ومره واحده. اقرا الترجمه، يقول تعديل الترجمه يلا. وما في تعديل، اغلبها تاكيد على وتاكيد وتغيير صياغات، ولا المعاني نفس الشيء تقريبا. قول. نبدا بابو خشم تونياغما اللي هو هيتتسو. انا متاكد انه ينظر الينا في هذه اللحظه بالذات، يراقبك ويراقب مصير هذه الدوله. هذا يوم كان يتكلم مع بنت ياسوئي. تمام بنت ياسوئي وابو خشم. ايه هذا الحوار انه قاعد يقول متاكد انه ينظر الينا. اوتوكو اسمه اوتوكو. ايه اوتوكو، ما هو اسمه هتسو. زيوس الجديد يقول انها حقا صلبه من الخارج لكنها من الداخل مسحوقه بالكامل بسبب هجوم ماما، ضربت صاعقه واحده ستفي بالغرض. او ماي جاد. اوكي يرحمكم الله.
برضو من محادثة نامي وزيوس. نامي عفوا زيوس يقول هيا أعطيني اسم جديد يا نامي. نامي قالت له فلوف اللي تعني القطن. فلوف مسمته. زيوس على طول ما عجب الاسم طبعا واضح. أنا زيوس العظيم اليد اليمنى لنامي استعدي للألم. حق نعب اللعب على طول صفة صفة. حوار حوار كايدو مع ياماتو. كايدو بدأ بالكلام يا لك من طفل الوقح وطفل الوقح. إذا أزلتي أصفادك وتعتقدين الآن بإمكانك الرحيل؟ ياماتو ترد نعم سأبحر مع لوفي ولكن بعد أن أبعدك أو أطردك خارج وانه. يا كايدو فيرد كايدو الضحكة عجبك التقليد ولا أذنك عورتك من الصوت؟ طيب لا تعتقدي بأني سأغادر لأي مكان آخر يا ياماتو. أنا هنا لأنها بين قوسين وانو because it is انا اتفق ان انا يعني احب الحريه وكذا بس انه عشان انا ولا انا حطيت المرسى. طيب ياماتو هذه برضو ممكن تاكد نظريه الاخ الظريف. ياماتو تقول لوفي هو الرجل الذي كان ينتظر كوزوكي اودن وحتى يعود ساقوم باعاقتك كايدو. لا تفترض بأنني سأتساهل معك يا ياماتو. صياغ ذكر أم أنثى غير محدد بالحوار وحتى كايدو استخدم كلمة شايلد التي تعني طفل للجنسين يعني سواء ذكر أو أنثى رغم أنه سابقا كان يقول ابني. بالمختصر الموضوع غير مهم وشكل هي فعلا أنثى فيعني واضح أنها هي أنثى. هذا كل التعديلات للترجمة وشكرا شكرا شكرا يا Q8HHH. أنا مو قادر أشوف لأنه صراحة ما خلتني أفتح الدعم. يلا طيب افتح الدعم. أنا بفتح الدعم. طيب. متسولفوا مع الجمهور. يا جلو هلا. أنت كنت مع ولا ضد انضمام يمته؟ والله كي. ما أذكر الصراحة بس تبغى الآن وش رأيي؟ لا أول مو بعد أول خلاص والله أول ما أذكر بس أو بس الآن أنا ضد الصراحة ما ودي تنطق يا ساتر. حقا أنت ما تقول؟ نعم أنا شو من زعلك يا رجل؟ يا أخي ما لها أي دور في الطاقم. الله أكبر. يلا أجلد أجلد فرصتك فرصتك. نعم عايز صار بعيد عنك. ما أبي أتكلم يا أنا مع أساس أنا توا يعني مسوين صلح فما أبي أسوي مشاكل. خلنا نسمع أحمد. هذا استقعاد لأحمد يعني أنت ما تبي تجلد أبي أحمد. المعلومية أول فصل ظهرت في يمته هي مشالة القناع. قلت أتمنى أن تنضم شخصية طاقم لوفي تفتقر لوجود واحدة زي كذا زي يمته. فأنا في داخلي تمنيت أن تنضم في الطاقم بس بعدين لما انقرأت المذكرات وكذا يعني قلت هذه تعرف أشياء المفروض ما يعرف أحد في طاقم لوفي. لوفي يوم أصب حاول يسأل عن ون بيس قال له إذا أردت أن تعرف فلا تعد قرصانا لمدة أكثر خاصة خذ المعلومة وانقلع لا تقعد معي على السفينة. فأصب وقتها قال لا أنا عندي مرض أني ما أبغى أعرف أي شيء عن ون بيس. فموضوع أن لوفي يقبل في شخص يعرف شيء هذا موضوع صعب. طيب. يعني ممكن تروح معاهم تروح رحلة تروح جولة تروح هذا العودة للصفر في الحقائق في شيء ممكن. فبس حاليا ما أفضل أن لوفي يعني هو اللي بس رغم أنه انضمامها طبعا أبدا ما نضده بالعكس أنا أتمنى ذا الشيء من البداية بس أنا أشوف أن لوفي يعني يرفض أي مساعدة من الخارج فما أعتقد أنه راح يقبل. طيب خلينا نتكلم عن المذكرة بشكل عام. ترى لحد الحين ما توضح أن في المذكرة مكتوب شيء عن رافتل وش اللي صار في رافتل أو وش اللي حصل في رافتل يعني بشكل. والله زين إنك جبت الموضوع لأني بعد ما تخلص بقول نقطة مهمة على المذكرة. أقول ذكرتني يعني هي مذكرة أودن وش اللي صار وش اللي سوى. أنا شخصيا ما أعتقد أن أودن كتب شيء يخص رافتل أو كيف الطريق إلى رافتل أو الخصائص اللي يدور عليها لوفي موجودة في المذكرة. حاجة تخص وانو الأرك الحالي وراح تنحل وخلاص وبعد هذا بعدها
عشان كذا تبي تبحر ولا ليش اذا تعرف كله ليش تبي تبحر اساسا؟ هي عارفه كل شيء من مذكرة اودن، ليش تبي تبحر؟ تبي تبحر عشان تشوف الحاجات اللي شافها اودن، الحاجات اللي تتكلم عن اودن ان البحر وسيع، البحر فيه حاجات كثيره، البحر فيه كذا كذا، لكن انا ما اشوف ان اودن كتب في مذكرته شيء يخص الهرافتيل او كنز الون بيس بشكل عام، فما اشوف ان انضمام يامته يعتبر معضله بالنسبه لهم. واشوف ان لوفي، وفي بعض الناس يقولوا لي ها لوفي ما يضم احد اللي يبغى، طيب روبن جات ركبت على السيو قالت انا بنضم معكم، قال لها حياه ان شاء الله بكل بساطه. فما اشوف انه عائق بالنسبه له انضمام يامته، لان هي تبي تنضم اذا شاف ان هو قاعد وياها وسولف وياها، وهو اساسا ساعدها انها تكسر حتى الاصفاد اللي في يدها، وهي ساعدته انه حمت ممسكه. فانا اشوفها انضمامها كبر واكثر، اعطاها اوامر وكانه عضو من الطاقم اصلا يعني. شكرا لك يا اخوي، شكرا لك. وان يور فيس يا جلو. وانت يا احمد قبل كم فصل قاعد تقطق علي انت يا زعزع، ما هذا فيديو المشكله يعني، عندي فيديو ايه كنت تقول زعزع قول له ايش دورها في الطاقم تحرق. اي صايدك، انا صايدك طقطق. ايوه انه ما لها وظيفه، انه كل واحد بالطاقم له وظيفه. جنبي درايفر، عندك نعمل ملاحه، عندك سانجر طباخ، زور السياف، روبن المؤرخه. روبن زين، وبعد روبن المؤرخه اي زين، كمل. جنبي فرانكي المهندس، بروك الموسيقار، تشبر الطبيب، في كل واحد له وظيفه. وجنبي شو ضيفت؟ جنبي هو اللي قائد، هذا ما جابلك عنه، لا جاب لك فصلين عنه انه افضل واحد في ارك البيج مام، انه شبت مهارته نجا الطاقم، دخل الغرفه الخضراء، دخل الغرفه الخضراء، فهذه وظيفه ما هي هباله يعني. اي بس ما كنا ندري ان هذه وظيفه جنبي اليوم انضم، فيمكن وظيفه يامات. اقول لك الى الان، انا اقول لك الان اعرف عن يامات المحبوسه ما تعرف شيء الا المذكرات هذه، ما ادري اذا عندها وظيفه او شيء تقدر تسويه في الطاقم، ممكن عملاقه الطاقم. بالعكس ماني ضد انضمامها، والله بالعكس حنبسط، انا حاب الشخصيه. نسمع من سعود. انا اتفق مع ابو خليل الصراحه، يعني مو بشرط انا عن نفسي ان لما ينضم حين اي شخص يكون عنده وظيفه في الطاقم، ترى زوره ما عنده وظيفه. كنت بقول هذا الشغله يعني وظيفة إن يكون قناص أو سياف أو حتى مش ما يعني مش مهنة هي، قناص وسياف ما هي وظيفة. يامتو راح نعرف هذه متى ما انضمت، يمكن لها دور، يمكن فقط كعضو بالحراوة يعني. أنا ما أتوقع مصارعة الطاقة، أنا ما أتوقع أن في كل سفينة المفروض يكون شخص له دور، يمكن يكون كعضو يعني واحد فقط لمساعده في القتال، يعني نفس ما يكون عندك طاقم. يعني احنا لا ننسى ان فعلا لوفي يبغى يجمع اكبر عدد من الطاقم معاه، حتى في النهايه راح يتحدى شانكس. يوم قال له انا راح اجمع كم، قال 10 اشخاص وراح اجي، لكن حاليا احنا نشوف اكثر من 10 اشخاص، ف واي نوت يعني. مو بشرط انه يكون الشخص له دور حتى ينضم للطاقم. أنا صراحة مع الانضمام، واشوف المانع الوحيد للانضمام هو الموت اللي انا ما اتمناه طبعا ولا اتوقعه. انا ما يعني بس هذا لا شيء لازم يذكر، يعني لو ماتت شلون تنضم؟ بس انا ما اتوقع ولا اتمنى انها تموت، بالعكس انا اتمنى انها تنضم. وانا صراحة مع انضمام 3 اشخاص بعد ذا الارك. انت تسمح لي؟ بسمح لك، بس اقول اكمل النقطة دي. ان هي ضمن هاك الملك ماركو، ها شلون هذا الصوت؟ لا ابي انضمام 3 اشخاص في الارك. ماركو بيدرو وياما. اي ان شاء الله باذن الله لوفي يشيل 3 جمله، ها عادي شيل، لان ترى لا اركين ما ضم احد. طيب بالنسبه يا جماعه الخير لجنبي، فجنبي ترى دوره كان موجود مع لوفي من ايام حرب الامبل داون والمارين فورد، والمساهمات اللي سواها كانه جزء من طاقم لوفي من ذاك الوقت يعني، فكان مسيره مع لوفي مره طويله. وبعد كذا ترى حتى في ارك اليوجن كان له دور، وراح يكون له دور برضه ربما مستقبلا في النبوءه اللي جات لجزيره اليوجن مع لوفي. كذلك حكايه انه جنبي يوجن من الاساس، هذا اصلا يضيف قوة جديدة لطاقم قبعة القش، بأنه عندهم يوجن في الطاقم يتنفس تحت الماء، هذا عسكريا بيفيدهم. يامتو إيش هي القدرة الإضافية اللي بتجيبها للطاقم؟
مجرد مقاتل. يعني اسمع للمقاطعة يا جلو 50 gift sub من بينكيلر أريغاتو غوزايماس حبيبنا الله يسعد بينكيلرز كويت يا أسطورة يا وحش 50 gift sub واحد مرة واحدة كذا بكوري كذا ما انا اسوي لك كذا بال مش النادي من اللي يسويها سعودي القلوب وين محمد اصاوي كم فلجن معلش قاطع لك بعد كم اي فانا عن نفسي لا اشوف الدور جدا 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 مهم يعني حتى لو مثلا قلنا الدور لو قلنا موسيقار بروك حتى بروك هذا بحد نفسه مو اي موسيقار لا في تاريخ حدث مع الطاقم لما قابل لابون ولسه بيرجع يكمل الرحلة ويقابل لابون كل واحد من طاقم قبعة القش صوتك مو واضح يا جلو للأسف فانتظر لأن الأسطورة دكتور عزام 100 دولار أريغاتو وبعدها بين كيلر انتوا متفقين مع بعض يا رجال ولا ايه بين كيلر 50 كيف صف داري أريغاتو يا أسطورة 100 وبعدها كيو 8 اتش 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 100 دولار نظام التنبيه على جلو واضح ما يبوي كلامك واضح عليك عكس حابين نجله موجود كيو 8 دبل تريبل اتش يقول الله يعطيكم العافيه على الجهود وشكرا أريغاتو بكره ترى رد دكتور عزام معليش وبهذه اللحظه يصل طالب المعهد اللي ما تخرج حتى لو تخرج من جامعه لا طالب بكالوريوس الحين خلاص الله يقول السلام اقرا طقرا دكتور عزام يقول من يورينا شباب خصوصا ملك الظلام الحقيقي ما يبون يقطعونا يرحبون فيه يا رجال ملك الظلام الحقيقي عبد الجليل ابو خليل ابو خليل ايش تعمل عبد الجليل ترى انت كذا مقلبتني على قزم بالله انقلبت عبد الجليل انا اطالب بانتقام الصراحه يحق لك يحق لك يحق لك ودعم جديد $100 دولار يا شباب في دعم واجد طيب في واحد معاد 100 جيفت من معاد 124 معاد انت طلعت عشان تدعمنا ولا ايه بث مولع يا جماعه البث مولع لا this is too much يا رجاله والله يعني كمان 200 جبت صب كذا ورا بعض يا جماعه 300 والله العظيم والله لا لا انتبه لا يجينا الاي افصل من هناك وحطينا كف عليك واخر هذا هناك منديل عندكم اي نحتاج منديل اذا في امكانيه منديل لا 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 خليك زين يقول حسين الشباب ترى والله ايه ما هي توقعاتكم للأسرار اللي تعرفها كايدو هل يعرف سر جوي بوي يعرف سر الدي او يعرف النبوءة او اجزاء من القرن الغابر راح نقرأ سؤالك يا حسين بعد شوي أريغاتو 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 جلو يماني ملاحظ انت جلو كذا حاط صورة صلنا هل معطيه اياه هدية ولا ايه لا ايه شفت المحبة توه يتكلم بس بزكين الدعم قاطع كذا فجأة 300 دولار هذا اعلان يا جدو المتجر لا من المتجر دحوم هذه اي والله اسطورة حركة عشان يعرفون حركة لا رهيبة رهيبة ما شاء الله خلا يرسل لي لا رهيبة قاعد يسوق حق روح جميلة جميلة كمل يا جدو كمل جدو قطعناك معلش كنت أتكلم عن كل طاقم قبعة القش له دور كل واحد فيهم يعني حتى من أتفه الأدوار الموجودة موسيقار بروك ولكن مع ذلك بروك له خلفية تاريخية من أيام لابون ومن يروح يلف العالم مرة أخرى ويرجع يقابل لابون مرة أخرى فالدور مهم للانضمام وأما جنبي شرحته قبل شوي قالت أنه أضاف ميزة يوجن إلى الطاقم يعني وهذا الشيء ما كان موجود زورو زورو وش وظيفته في الطاقة يطيح زورو حارس السفينة فالليل كلهم نايمين أول شيء زورو يعرف بنائب القائد نعم نائب كابتن أسب بشفايدته أسب بشفايدته القناص أسب القناص اللي استخدم مدافع السفينة وأفضل واحد يطلق بالأسلحة ما حد يعرف يصير زيه لا لا مو من جد رحيم يسأل بس أكيد بيوصل أنا أسأل أتسأل أتسأل يعني أنت تقول لي زورو هنا بقائد هذا مهمت هذا وظيفته تبي اي نائب القائد وسب اللي يتحكم بالمدافع واللي يتحكم بسريع مو بس كذا يعتبر هو السورد مان حق الطاقم هو السياح حق الطاقم هذا الهروة ومن هروة ومن مشكلة طيب
وإذا في بلا حراوة بلا دقيقة هذا معترض على ياماتو يقول ما لها دور في الطاقة. أسمع أنا عندي وظيفة لياماتو صراحة غسل مخ. لا لا مو برقصة زي ود. لا لا الدق البهارات لسانجي وسانجي يطبخ حقتها تطحن. هذا النوع من التنمر مرفوض وكينج ميشي يتنمر عليه في الدعم $50 أريغاتو كينج ميشي يقول بيدرو مات يا ماجد والآن إكس مانجر إكس مانجر 19 جيفت صف أريغاتو يا وحوش والله العظيمكم أساطير وملايين الدعم اليوم أريغاتو يا وحوش والله معاذ وبين كيلرز والله ودكتور عزام وكيو إيت كلكم يا أساطير أريغاتو. طيب دحوم جوا جاي خلصت اشياء بدي مداخلتك قبل لا اقاطعك اوكي ممتاز الحين سؤال بس انت الوحيد اللي ما تكلمت ليش الجزء ذا مش لان معاذ كان موجود وعبد الباري بيدخل واصحابه على الاثنين فما نبي نغير ونرجع مره زيك جاي متاخرين ايه يا اخي شكرا بدون جلد هذا كان عنده معهد وذلك عنده نادي يا اخي الجود بالموجود يا اخي ايش فيه سام تفضل طال عمرك تفضل ليش تبون دخلت تقييم انت كنت معي يوم الجمعه ما كان موجود يوم الجمعه مسوي لايف الحاله فتفضل يلا تفضل عطني رايك ليش ما كنت موجود لانك نايم والله مش موجود مسافر رايح كنت مسافر عليك كنت اظن في جنة في مشوار لازم معليش تفضل لازم التنمر لازم تفضل طال عمرك شوف اول شيء خلني بدي اتكلم في بدايه الفصل بدايه حلوه يعني نوعا ما يا اخي ما ادري يا اخي دائما يكون في انتقادات للفصول اللي تجيك روتينها يعني مش متسارع ولا اللي تعودنا عليه في قتالات لوفي وكايدو بس الفصل حلو يعني ما قيمه 2 من 10 4 من 10 8 حلو الفصل جاب لك الكاتب كيف انه تزامنا مع احداث ونيجيشيما والحروب سكان وانو لا زالوا يحتفلون بطريقتهم الخاصة كتأبين وزي ما يقولون الله على تأبين انت منين جبت هذه والله كف عليك اي هذه كلمة منمقة على قولتهم سابقا فيعني انا حب التنقل هذا ان الكاتب قاعد يمشي بالاحداث عشان ما تيجي بعدين تتفاجأ كيف هذول قاعدين يسوون كذا او صار حدث كبير والله يا جماعه في كميه تنمر في الشات على يمت وانا مو راضي صراحه هذول كلهم نجلدهم مع زعزع ان شاء الله لا دخل مع الجن خله يدخل نحطهم في خلاط يا انا يعني عن نفسي فصل جيد نوعا ما افضل ما فيه هو نهايته كالعاده الفريمات هذه النهائيه هي اللي تعطي طابع جميل لون بيس كونه اظهر كايدو وياماتو كايدو قال والله قال كلام كثير كايدو اخر فصلين للامانه يعني كان جدا 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 عظيم فريمات كايدو صراحه تفوز في الارك الامانه يعني بلا مبالغه يعني يدخل في توب معنا ترى في فريم غلط انا اشوف ترى يعني قصدي انه بطل ككاريزما كهيبه في الارك لا الشخصيه اثبتت نفسها البصل زي ما قلت انا اعطيه 8 من 10 وما ادري ايش تناقشتوا انت عليه فممكن لا الحين هذا نقطه انضمام يوم في انضمام يوم تو في عندك كايدو ليش قاعد في وانو لا لا اوكي في عندك اللي هو يلا هذا موضوع يعني انا ودي اني اسمع رايكم في موضوع كايدو كيف ليش قاعد في وانو بس خلنا نتكلم عن عشان اليوم ما في لون بيس كينجدوم انا مو قاعد احدد اخر سؤال فخذ راحتكم بس خلنا نتكلم عن يوماتو او يوماتو انا عن نفسي اول ما ظهرت يعني كنت من الناس اللي في البدايه اتمنى انهم ينضمون اتمنى انها تنضم في طاقم لوفي انا وابراهيم اتوقع كان لا هو قال في البدايه اصبر لا تسلم عليه البدايه ابراهيم مو انت من البدايه الحين رايح امشي النهايه قبلها انت قلت النهايه معي ولا لا باذن الله في النهايه الله عليك لا لا ليش خوفنا يا خوفنا لا ما هي ابراهيم سوري كمل احنا اي يلا خلاص كمل عجبني والله معركه الدعم حبيبي ويصل فيصل فيجا كويت الله عليك يا اسطوره فيجا كويت رمز القبيله اهلا اهلا بالاسطوره اهلا الحمد لله على السلامه يا شباب وهذا الدعم لعيون ملك الفرام الحقيقي جلو عشان يشتري ما قدرت اكمل انا والله شوف حق هذا عندك جوالك يا اخوي ايش في جوال في اشتغل فجاه ما ادري عاد جوال صامت جوالي يحب جلو ايش اقول اي انضمام يا ياماتو ف من اول اتمنى انها تنضم
ولا زلت أتمنى أنها تنضم، لكن جي في بالي لو الكاتب يعني ما بغى يخليها تنضم قالت الكلمة وبالحرف الواحد، يعني هي كانت تقول كان عندنا شكوك واللي حط 50% إذا الكاتب ينضم بيسوي الآن لا لا أنا أقول لا إن شاء الله إن شاء الله لا أنا فيها لا 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 ما قتل ما قتل لا لا لوفي ولا يقتل لا 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 في طريقة في في سيناريو في سيناريو أنا والله شو يقزح ما قتل أنا نفسي أبيها تنضم وأنا أبيها تنضم لكن لازم نفهم أول شيء كيف الكاتب يبني شخصياته دائما يعطيك نسبة عالية أو يعطيك نسبة تتردد فيها هل هي تنضم ولا لا ثم يعطيك نسبة عالية بتصريح منه إني أنا راح أنضم طقم لوفي، لكن هل أودا إذا قال شيء خلاص راح يصير أو ممكن يعاكسه؟ ممكن هذا شيء احتمال كبير برضو هذا كتويست ممكن يعاكسه. زين هذا كاغامي صح؟ زين جي في بالي كسيناريو يعكس تمنياتي طبعا أنه ياماتو بعد نهاية الأرك لوفي يطلب من الانضمام زين وهي متحمسة متحمسة جدا للانضمام، هذا الشيء ذكرته في الحلقة اللي نزلتها أنه ياماتو بنفسها تكون بمكان أودن نفسه. قبل فترة أودن يوم وصل وانو قرر أنه يترك وانو، وانو كانت محتاجة أودن صحيح. الآن ياماتو في نفس مكان أودن ممكن أن الآن وانو تحتاج إعادة بناء مع مومونوسكي، فهي تضطر أنها ترفض طلب الانضمام. اسمع ترفض طلب الانضمام يعني هذا شيء أنا ما أبغاه، لكن سيناريو آخر ترفض طلب الانضمام حلو، والسبب أنها تبقى مع مومونوسكي لتعيد بناء وانو تستعد للحرب الأخيرة، ويعني زي ما تقول خلنا نبني ورا التريلات تقوم لا سيناريو بس والله كل مش لا لا تقوم وانو مع مومونوسكي والهدف مساعدة لوفي في الحرب الأخيرة. برضو في كل أحوال يرجع لصالح لوفي، وهذا سيناريو لو نرجع لشخصية أودن، أودن تحسر يوم ترك وانو، فهي ممكن يعني شيء يكسر حتى مشاعرها أنها هي تبي تطلع تبي تصير حرة في البحر، ولكن هذا الشيء يعتبر مهم جدا انك تبني وانو من جديد. ما ابغى يصير انا بيت نظر في نقاط كثيره بس كسيناريو يعني مطروح الامانه ممكن الكاتب ياخذ بهذا السيناريو. لا تسوي لايك ما بيصير لا بنسمع من هاللي قاعد يقول الحين لايك. الحين يجيك يقولون لك ان شو اسمه مومونوسكي راح يكبر ويتطور طيب اذا ما كبر يحتاج ناس معه بحلال كل اكازاكي للحين عايشين ما حد ميت مين اكازاي تقصد الاغماد الاغماد نفسه للحين عايشين لا كانج للحين عايشين خذها مني طيب اذا ماتوا طيب ما حبي يموت لازم يحتاج حبي يموت صدقني ما حبي يموت لا 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 اسطوره كيف صار يا متابعينا في تويتش من معاذ الله يا معاذ صاحبنا لا معاذ 124 معاذ سلوم هذا مين صاحبي معاذ سلوم شكله رايح معاذ الحساب حق شنو بين كيلرز كويت ودعم 10 دولار يا اسطوره توقعكم باي سنه سينتهي ون بيس ومتى سنرى لفتر بالمانجا ليش ليش لفين شفناها الحمد لله مع الرؤيه ان شاء الله نشوفها مره واحده الاثنين ما تخيل موقفه اي تلقاها موقفه الرؤيه انا راضي اذا 10 سنوات زياده انا راضي اي 10 8 سنوات عفوا تسر برد مان صارت صار ضمان الزبده يا معاذ يناوي يا ماجد اوكي هذا معاذ اللي كان عندنا في اليناوي ايه حبيبنا الله عشان اصبر عندنا السيناريو حق الريزان ممتاز جدا حبيبي. هذا يحل معضله ان عدم انضمام يامتو، وبنفس الوقت يعني انا برضو قاعد اشوف لوفي اي كلب يقول له ابغى انضم تعال يقول له تعال يجي معه، فما ودي انه يامتو تدخل للطاقم بهذه الطريقه هدني عليه. لوفي كان يدعو شجرة زومبي وتمساح زومبي للطاقم يعني كنتاورس كمان قاعدين نعطي نشحنه قاعدين نعطي الطاقم وين السيربيروس والكنتاورس كلهم قال لهم تعالوا، لكن ما نبغى احنا ياما تنضب بنفس هذه الطريقة. يفضل انها تسوي شيء لوانو افضل يعني من انها
ابراهيم السيناريو حق عبد الرحمن مقبول، انا اشجع السيناريو. طيب خلنا نسمع من اللي شحنا. خلنا نقول طيب. لا 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 سمح. شحنوا لا حرام معليش يعني معليش انت تتكلم. انا بشحنك بعد. اعطيت سيناريو اللي تحب. والسيناريو انت بس قلت يعني ايه يمكن هذا ده. هذا استغل النقطة هذه وهو وكارهين ياماتو للتقليل من ياماتو. ما حقله قاعد يقارنها بكل تايروس وكايروس جا شو هذا هو تقليل مين تايروس قارنت تقول لوفي كذا ما ادري ايش كنا كذا كلب لوفي لوفي يقبل انضمام اي كلب حرفيا واضحه 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 ليست مقارنه مي مقارنه هي على كل يعني هي سايبر توث ولا استكاره اللي يمت هي سايبر توث تكون ان شاء الله وتعض كتفك وتطلع دمك ان شاء الله انا اصبر 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 سايبر توث والله انا بضحك ضحك والله انا بضحك ضحك اصبر اصبر في القروض اصبر طيب شفنا يوم مومونوسكي قاعد يقرا المذكرات يوم قراها ايش قال انا لازم ما اموت طول الوقت طول الوقت كانت سياموتو كانت تقول انا اودن لا 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 This is too much حبايبنا الله يسعدكم طيب فنرجع حق اللي يشرب الماي عليك بالعافية زين ونقول له كانت عندها صفات وكانت تقول أنا لازم أكون أودن لأنها قرأت المذكرات ولازم تفتح الأدوان فحين العائق قدامها اللي كان لأنه ما في أحد يكون دور أودن خلاص موجود مونسكي يقوم بهذا الدور وهو الأغماد اللي عنده بيقوم بالدور فهيش دورها تقوم بدور اودن الثاني اللي يعني كان اودن سوى دورين لان اودن كان شنب صح ولا لا دحم والله خبر عمارته ثلاث ادوار اي اي بالضبط اي لا انه هو اودن سوى دورين الدور الاول انه ايش طلع في مغامره وفي دور ثاني اللي هو حق وانو فهو بدع في المغامره بس ما قدر يسوي فشو يسوونه يصير عنده اثنين اودن واحد في البحر اودن في وانو اودن وانو اللي هو مونسكي اودن اللي في البحر اللي هو ياماتو خلاص تنحل المشكله تطلع اياهم ما ادري ايش الناس ما يبون ياماتو تنضم انا اشوف العكس اضافه بتكون جميله وقويه والحين اذا لوفي بيقاتل اشخاص قدام في البحريه في عندك عندك تيتش عندك تيتش بالحاله وطاقمه قضيه فلازم يحتاج اشخاص اقوياء برضو يا في الطاقم يضافون للطاقم في القتال مع هذا هو الحلفاء على وجهه نظري الشخصيه الحلفاء اللي عنده كلهم لوفي ما راح يجون الا في الحرب الاخيره ما راح يتدخلون في حروبه ضد القراصنه وجهه نظري الشخصيه فيحتاج في طاقم انه يسوي ليفل اب يقوي الطاقم حقه عشان يقدر يجلد الخسيس تيتش ايه مالك الظلام المزيف لا نعم لا 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 ما بنتناقش لا لا والله ما بنتناقش لا قاعد بعطيك دور بس انا خلاص اذا خلص بعطيك دور قاعدين نسمع من احمد بعدها خلص بنخط النقطه انا ما برد انا بس تكلمت عن جزئيه لو في حال الكاتب ما سوى اللي يبغى كسيناريو عكس لا انا حطيت سيناريو انا حطيت سيناريو زيك انه يعني ممكن تموت انت لا هو انهاها فهمت وخلصت يعني انا زيك اقول ان شاء الله ما تموت وان شاء الله تضمن لان بتكون اضافه حلوه لا شوف انا عن نفسي اتوقع على بدر انه يموت شوف انا عن نفسي سبب رغبه الانضمامها اول شيء لان طاقم لوفي مش الطاقم القوي الجاري يونكو او يجاري شخصيه مثل بلاك بير في نهايه القصه او ماي جاد يعني نتكلم عن التوب شخصيات يقدرون يواجهون في طاقم لوفي يقدرون يوجهون اللي هو تيج يعني هم اربع شخصيات بينما طاقم تيج كله طاقم وحشي وهجومي وعدائي وقتالي يمكن قاعد يدور الاقوى هو اساسا الا الطبيب واقوى وكذلك يمكن حتى الطبيب حتى الطبيب قوي ممكن صح كذلك اذا كان ضعيف راح يعطيه فاكهه قويه بينما طاقم لوفي اللي يتطور في القتالات هو لوفي بنفسه ثم زورو سانجي والان اضاف لك اللي هو جيمبي ايه يقول لك بتقابل كاترينا دفو مين كاترينا ايوه مو هذا الكلام نزل يا طالب نزل يدك اول شيء انا أو اهم شيء بالنسبه لي مش انه مساعد ارسل لي جاسم فلاحي يقول لي على طاري جاسم صح صح دعواتكم يا شباب لعائله جاسم بالشفاء العاجل
جاهم هذا المرض منتشر الفيروس. الله يكفعونهم يا رب ويشافيهم يا رب. دعوات ما شاء الله. زين ذكرتني والله كنت بدعي لبداية البث ونسيت. الله يشافيهم يا رب. اذهب الباس رب الناس اشفي انت الشافي شفاء لا يقاد سقما. الله يشفيهم يا رب. امين يا رب. كان يقول لي اغششك قل لهم ان يوم تو تاخذ دور اودن بتكتب التاريخ مثل ما اودين كتب التاريخ مع روجر. هي تكتب التاريخ بطريقتها معها. شفت هذا دور يا احمد يا اخي رهيب. كاتبة. كاتبة بس اسمع. الله عليك. الله انت وجاسم كاتبة. ما لي كاتب في الطاقة. نعم. طب اصبر اصبر بعدين ارجع على القضية اجلدها. ايه كيف اجلدهم كلهم. انا يهمني انا يهمني قبل موضوع الكتابة هذه والتاريخ وما الى ذلك. أنا يهمني إن تضيف قوة جبارة ومؤثرة في طاقم لوفي للأمانة. طاقم لوفي إلى الآن. سووني قاعد أكتب له وينك؟ صوتك مو شغال. مو شغال يا تكمرة. يلا راح راح راح. شكرا. كيو 8 تربل اتش $50 وحاليا أكدم يا عشرة دولار. زعزع. لياقة راحت. سمونا. الاستوديو عقق زعل يقول إيش تبي جاي أنت منين طالع لك؟ عدل الصوت. عدل صوتك على من الزوم غالبا من الزوم. تفضل. انا اقول عن نفسي يعني يحتاج قوه جباره غير التحالفات اللي قاعد يصنعها لوفي وهو ما يدري اصلا يحتاج قوه جباره. فانا شايف ياماتو هي الانسب للانضمام. طبعا ياماتو كذلك بيدرو ترى مناسب جدا. الله اكبر عليك. نعم بيدرو جاهز اضافه قويه جدا. كذلك كاروت يمكن لكن الشخصيات هذه راح تكون مؤثره في الطاقم كقوه هجوميه. ف اي صح كلامك بس اصبر ما نسمعك تقول صح كلامك. على الصوت. انا الصوت. شايف انك تضيف شخصيه يعني تعتبر ابن يونكو يعني لو افضل من كاتاكوري كان الدنيا هنا طرف. كيف الاضافه القويه كان هذا ابن يونكو يعني يا ما ترى لا يقول والله يوم قلت ابن يونكو قاعد اقول من يقصد بنت تراها والله بنت. لا كان عن كاتاكوري ابن يونكو يتكلم عن كاتاكوري بس يقصد انك تضيف يا ما كلهم يعني سان اوف يونكو دوتر يونكو هذا اقول لك يعني كل الاحوال وعزوز القوبة عرقتو ما عمره اصلا ان انا شفت ياماتو بنت ياماتو رجل. ما هو هذا السبب يخلينا نرفض برضه انه ياماتو تيجي مع اصبر انت تنتظر دورك احمد قبلك عشان لا اسمع ردا عليك بس بقول كلمه إيه؟ انا يعني اهتم جدا لانضمام ياماتو. السبب هو اضافه قويه و هجومية لطاقم لوفي وهو يحتاج ذلك. تفضل ابو محمد بعدين عبد الباري اذا اشتغل صوته بعدين اجله او جله قبل عبد الباري حالاته ما يشتغل عشان ما يقولنا بدر ينضم. سام ابو محمد انا والله انا علي. ما عندي علي. ما عندي اهلا اشتغل الصوت يا اهلا اشتغل اخيرا. اقول لكم انا ما عندي اضافه وكلامي نفسه ان انضمت اهلا وسهلا ما انضمت برضو اهلا وسهلا ان اعطاها دور مناسب مرحبا وما اعطى دور مناسب برضه راح نقطع يعني راح نتقبل يعني في النهايه. لا بس انت رايك بغض النظر يعني انت انا زي ما قلت لك من اول ظهور ياماتو تمنيت تنضم للطاقم يا ماجد لكن معرفتها بالمذكرات هي الصعبه. ما ادري الشباب علق وقال لك مذكرات مو مكتوب فيها شيء على الرافت مو مكتوب فيها شيء في مكتوب معلومات. مومونوسكي مو مجرد انه قرا الكلام هذا وقال انا لازم اعيش الكلام اللي اوخ انا قايل لكم عندي نظريه عندي ونسيت ما قلتها لحد الحين زين تذكر لا خلاص نسمع من عندك اضافه ابو محمد اكيد في كلام ما طلع لنا الى الان ومحتمل ما يطلع لنا اصلا لانه حيكون في حرق القصه او انه يطلع في وقته المناسب يطلع الكلام هذا انه يتم تلمع انه هذا ما قراته في مذكرات اودن. فا أودن ما كتب يعني اللي يقول بس أودن يعني طب كلامه عن إنه راح لرافتيه رحلته ترى شافه أودن كان يكتب تاريخ نعم رحلة لوفي يوم عرض عليه زف مذكراته رفض صح قالوا لا. فما بالك إنه يكون شخص حافظ مذكرات أودن هو الكتاب المقدس يكون معاه. فهي نفس الفكرة أودن بمجرد إنه كاتب إنه جمعنا الحجارة الأربعة وطلعنا نقطة تقاطع ووصلنا إلى رافتيل ورأينا الكنز العظيم. لوفي رافض فكرة إنه يعرف هل ون بيس موجود ولا مش موجود. رافض إنه يعرف ذا الشيء. يقول عالم خرجت خاطر بحياته أو تجي بكل بساطة تبغى تعرف المعلومة هذه إنك تسأل ريلي لا طبعا.
فهنا الفكره يعني هذا يخالف يعني مبادئ لوفي، بس ممكن لوفي يتنازل عادي ما في مشكله. طيب عبد الباري في صوت بعطيك لا لا صوت واحد تحت قاعد يسوي دري يعني صحان من النوم الزخم ما في في صوت شايفه انا داخل محل الخضر. يسلم عليك يا جلو ترى. طيب جلو عارف يسلم عليك جلو اللي هو انا طبعا الجلو الثاني هنا انا متاكد لا لا جلو لا جلو الجلو الثاني انا صح انت 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 لا تزعزع انت الحريه حقتنا الحريه اليوجن يوجن يا جماعه طيب بعطيك الدور عبد الباري بعطيك الدور بس لان جلو طالبه قبل ونفس النقطه عم باستكمالان بعدين بيجي لا 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 خلى كانت نقطتي انا تعليقا من بعد كلام الريزان فخلي حاليا عبد الباري يلا خذ راحتك عبد الباري تقييمك الفصل و نقطة انضمام يا ما تبي ما طلع من عندك. طيب طيب. أول شيء السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. الفصل الصراحة الله يسلم عمرك والحمد لله على السلامة عليكم أنت. الله يسلمك. والله صدق قبل ثلاث سنين أسبوعين. يلا. الفصل الصراحة مو بشين جيد صراحة 8-7 استاهل. برافو. يا ما تو أنا أبدأ بكم حبة حبة صراحة أنا ما عجبتني الشخصية فطبيعي يعني نفس في ناس ما يكرهون تيتش أنا أكره يا ما تو ممتاز أكره كشخصية. أكره كشخصية ما اقتنعت به أودا كاتب عظيم جدا كتبت الشخصيات حرفيا أودا كاتب عظيم جدا كتبت الشخصيات ولكن أخفق في يامته عندي أنا على الأقل أخفق ممتاز لأنه ليش لأنه أظهر بوقت وجيز جدا وغص تقتنع أنه هي مهمة وقوية وجدا مهمة يعني بالحدث لا بس أنا ما اقتنعت به وقتها مرة قليل يا اخي والله شوف لكم حل ذا انا بعيد عبد السيف حبيبي انا بعيد ما اقدر على اثنين جبتي شب جبتي بتسجل ما اقدر على اثنين انا اهدى اهدى ما اقدر على اثنين نفس اثنين يقصد ان الشاشه كبيره وجبته صارت اكبر صراحه انا اسطوره زعزع والله اسطوره العظيم انا ما حبيت شخصيه تيامتو ما ابي تنضم لاسباب اول اني ما حبيته ما ابي تنضم لاني ما حبيته انا اشوف الاحق بيدرو بيدرو راجع ان شاء الله وبينضم على حق بيدرو اذا مو بيدرو لا كاروت ولا يامتو يا بيدرو يا ماركو انا اللي ابي اي ف انا يامتو ما عجبته الشيء الثاني الشيء الثاني نفس اللي قاله احمد مو منسكي قرا المذكرات وقال انا مو بلازم انا يعني المفروض ان ما اموت الحين يعني تقتنع انه كاتب نودن اوه مو منسكي انت الشخص الذي لا اكيد كاتب معلومات أنت اللي بتسوي كذا وكذا 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 بعدين كاتب أودن ردة فعل روجر تبي لوفي عارف ردة فعل روجر مالكنز لهذا السبب أنا ما أبي تنظم ما أبي يا جماعة يوسف كان عنده سؤال واحد بس هل موجود الجزيرة ولا لا أو هل أو هل هي هناك أو لا قال إيه قال يا صاح أنا ما أبي أنا ودي أروح حتى لو ما أبي أنا ودي أروح أنا ودي أغامر فما بالك إنه لا أودن يكتب يا جماعة ترى لقينا ذا وعرفنا الأسلحة وذا تبي تشوفون ردة فعل روجر هل تبي تعرفون ردة فعل روجر كاتب مانجا يا جماعة مرة يا جماعة أوفر الصراحة ثالثا بارتلوميو قال بنضم وقال سبب حضار مع لوفي مع ذلك صار حليف عادي خلى تصير حليف بس ما بيتهم بس لأنه قوية قوية مهمة بس أنا ما أبيه فقط والله يعني انا الصراحه ترى تنافس تنافس بيبي عندي بالكره انت شو انا ان شاء الله عمرك ما تبي تنضم ولا تحب والله جعزه بؤرك شاف انت تحب العود اصلا انت 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 اي نو اي روبن ونامي يا يهبلن رهيبات كاترين وكاترين هذا واضح بس كنا واحد سوي لنا واحده مروه كذا مروه مرو هذا طلع من هنا تفلت طيب. طيب اخر سؤال راح ناخذه من اخونا الغالي احمد 91 شكرا شكرا على 1000 بت سؤال زعزع سؤال زعزع يا ما تو اصلا عنده مشكله مع بنات خلاص سيريو عشان ناخذ سؤال جو. نطالب زعزع يقول الكلام ذا يوم يكون في الاستديو مو بي ليتك هنا كان والله يبغى اقول هنا وانا بس استديو اظن ان احنا يعني اثرينا نقطه يامتو كثيرا 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 بس كذا ما عاد جلو يوم كنت بتضيف على تعليق روح لي بعد خلاص ما راح اتكلم كان عندي بس تعليق بسيط اللي هو الاعضاء القتاليين في طاقم لوفي انا اشوفهم اكثر من مجرد الاربعه لوفي زورو سانجي وجنبي فرانكي قتالي بمستوى
قوي جدا جدا. هذا بمستوى الباسيفيستم، بمستوى قريب من كوما على الاقل يعني. ما هو كوما ولكن على الاقل انا متاكد انه متفوق على الباسيفيستم. ونفس الكلام الى روبين اللي كانت نائبه تشيبوكاي في هذا. هذول قتاليين بشكل كبير جدا ويقاتلون نواب اليونكو حتى اللي زي طاقم تيتش يعني. ما اتوقع كل نواب تيتش هم نفس الكوارث، لا في منهم زي التوبي ربو يعني. طيب النظرية اللي كنت بقولها هي مش عن ياماتو صح، هي عن كايدو على المذكرات. واصلا هي مش نظريتي، هي نظرية اخونا الغالي الله يسلمك قاسم، اخونا الغالي ما قلت اخوي، اخونا الغالي قاسم من كيوبي تشانل. والله نظريته طويلة يعني، ما اقدر اختصرها في كلمتين، بس انا بحاول اعطيكم الزبدة وراح اشوفها بقناته. يتكلم عن ان ماذا لو ان كايدو هو من رمى المذكرة على طرف النهر. يعني انطلاق كايدو للقصر يوم راح للقصر ما كان بس عشان ياخذ مومونوسكي ويعلقه، لا خذ برضو المذكرة وقراها وشوف ما فيها شيء ولحها على طرف النهر. طبعا انا عندي اعتراض على النظرية وقلت اوريدي له ان يعني بس في تلميح حلوة قبل لا اقول الاعتراض، انه يعني هو يقول انه من المذكرات عرف اهمية وانو، لهذا السبب بقي في وانو، لانه مقصد انه كايدو اصلا كان جاي لوانو بدعم او بدعوة من اوريتشي او العجوز اللي مع اوريتشي. نعم. ايه بس يوم بعد ما هزم اودن وقرا المذكرات حقته، لانه هو يقول يعني اذا المذكرات مرة قوية مستحيل مثلا، وهذه نقطة بصراحة مع حق فيها، مستحيل ان شو اسمها توكي ترميها على طرف النهر وتجي ذي تلقاها. بس انا وجهة نظري بالعكس، اشوف ان ذيك اللي رمتها عشان تبي تشوف احد ياخذها ويقراها، هذا اللي انا اشوفه طبعا. بس هذا نظريته، ان جي كايدو قراها شاف فيها معلومات مهمة عن وان واهمية الجوي بوي وبلا بلا بلا الكلام هذا كله، وبعدين هو رمى على طرف النهر وجات ياماتو خذته، وما كان يتوقع ان بنت بتجي اساسا، ولا يدري ان بنت حضرت الاعدام اصلا، هو ما كان يدري عنها. من وجهه نظري انا لا، لان كايدو سال اوريشي وطلب من اوريشي وطلب من اتباعه بعد 20 سنه قبل 6 شهور اول ما رجعوا الاغماد، قال لا تقتلونهم، اريد ان اسالهم بعض المعلومات عن بعض المعلومات عن وان وعن رافتن كذا، عن كوز لا عن ابي اتباع الكوزكا بسالهم عن اودن. وبعدين جاء تعليق ثاني بعدها بكم شهر، ان اذا كان جاسوسك يقول واحد اغماده ما اعطاه اودن اي معلومات عن رافتن، هذه لك يا احمد، ما اعطى اي معلومات عن رافتن فما احتاجهم، خلاص ما بيهم، قتلهم طز فيهم. فعليا فقد اهتمامه في الاغماد يوم عرف ان اودن ما اعطاهم اي معلومات. بس لو ربما عرف الاغماد عندهم ها، انا ما اقول الاغماد يعرفون، ما هو هذه الفكره، ان فكره النظريه تتكلم ان لو فرضنا ان كايدو قرا المذكرات، هذه فرضيه، فهو ما قرا المذكرات شيء، فكان يبي يعرف اكثر من الاغماد عن وانو عفوا عن رافتل واو. بس هذه فرضيه ما اقدر افترض، انا اصلا معترض عليها، انا اشوف عرف عن وانو اهمية وانو من عند ايام الروكس. اتمنى الكاتب يوضح متى عرف. ليش بس سكر المايك وشغله، ابشر في صوت المكتوم الحين. اعتذر على الصوت والمشافه. طيب في نظريه ثانيه حسيت بتغير جلو. ايه طب كيف؟ طب اسال محمد يصير مكتوم. اسال لا محمد متعود يصير مكتوم. انزين طيب على الساحه. في نظريه شاطحه من حساب سكور جمال على السريع، جميله بنتناقش فيها، بعطيكم الدور كلكم بس بنتكلم فيها، هي شاطحه. خلال تدريب ميهوك لزورو قال له انه يغلف سيوفه بالهكي، وفي الترجمه الرسميه استخدم كلمه انفيوز، الكلمه ذاتها اللي استخدمت للتعبير عن تغليف الهكي الملكي مؤخرا، واستخدم الوصف ذاته يدل على ان طريقه واحده لتغليف التصلب والملكي. طبعا الصوره كانت يوم تذكر اللي هو رجال حساب سكوبر ايه طلعت تشوفون الصوره ايه، يوم تذكر زورو تعليمات ميهوك، قال الملفت النظر ان ميهوك لم يحدد نوع معين للهكي، بل كانت جملته عامه للهكي، فهذا احتمال احتمال هذا تمويه من اودا لكون الطريقه للنوعين وليس للتسلح فقط،
ونتوقع جدا أن يكون بإمكان ميهوك تقليف سيفه بالهك الملكي. الجملة موجودة قدامي. A few times you did it to me, to me even. هذا يوم كان يكلم على سالفة أن سيوفك انكسرت من كسرة. فرد عليه ميهوك قال if you would infuse them with هاكي, ما قال له هاكي تصلب ولا قال له هاكي ملكي. إذا أنت دمجتهم مع الهاكي, those sword would not have been broken. هالسيوف حقين ذيل القدام اللي أنا كسرتهم لك ما كانوا بينكسرون. اليوم هو يضرب الضربة القوية ويكسر له سيفين ميهوك قبل يشق الشقة العظيمة. كان يقول له وقت تدريبهم, الكلام وقت التدريب, ميهوك كان يقول حق زورو لو أنك دمجت سيوفك بالهكي, ما حدد هكي تصلب أو هكي مالكي, قال له لو دمجتهم, نفس الكلمة اللي استخدمها لوفي واستخدمها كايدو على سالفة دمج الهكي انفيوز, أنك تدمج الهكي بهراوتك وأنك تدمج الهكي تغلي دمج انفيوز اللي هو يعني تعزيز غرزة وكذا. في نقطة أخيرة على جرح كايدو بتكلم عنها بعدين. فعين أنا خلصت اللي عندي, اللي حاب يعلق على هذه النقطة تفضل. نبي نسمع رأي الشباب بالذات إنه ما كانوا موجودين معنا في اللايف بعدين دحهم. بس جلو موضوع اللي هو كايدو ووانو. بالنسبة لي كايدو أتوقع إنه يعرف عن وانو من زمان, لأنه أصلاً قبل يجي أودن فيها وقبل يكون معاه كتابه هو قاعد في وانو لمدة 5 سنوات أعتقد, صح؟ أو لا سنتين أو 3 سنوات كذا. إيه كان موجود في وانو. كان 25 سنة. 25 سنة. لا أقصد إنه كان أودن في قبل حلتها. يجي أودن. إيه عفوا 3 سنوات قبل يجي أودن. 3 سنوات مدة طويلة جداً للقرصان إنه يستقر في مكان. فهو بالتأكيد يعرف شيء قبل لا يصادف أودن ومذكرته. هذا اللي أنا أشوفه بهذا. ما هو إذا التوتال كله على ما قتل أودن أودن وقرأ المذكرة حقته 8 سنوات توتال. والله وقتل أودن يعني. طيب. بيقول أودن توتال. تفضل عبد الباري. عبد الباري. طيب أولا كايدو كل ما يفاجئنا الصراحة. واضح انه احس ماضيك شغوف يعني بالمعلومات ذولي, وانه وده يغامر او انه بشكل عام وده يعرف الاسرار ذولي. فبس يعني هو والله انه كلمه مين مضبوط, بس انه يعني هو ما يقعد مكان فابتلي تنقل الا وانو قعد به, فقال السبب انه ما قعدت بالله عشان وانو. طيب من وين جاء العلم هذا الصراحه؟ اي هذا الصراحه يبين لي انه في يعني يعرف معلومات عجيبه وعظيمه جدا. هل يعرفي يعرف ويعرف واجد بعد من وين؟ يعرف اكثر من لوفي. من وين جاء العلم؟ لحية البيضاء قاعد الروكس شانكس عقرب بعض الشباب اتوقع. الروكس اقرب شيء, اقرب شيء يمكن جابه قال له مثلا يعني شويه كم عربي نروح دحم جلهم. منين جات المعلومات في ظنك؟ والله ما أدري بس يعني توقع يلا خلينا نقول الروكس أو قارئ شيء هناك أو عرف شيء هناك أو يمكن الموضوع له علاقة بعائلتي يمكن أجداده من والي في ترى هذا بحر دحم. شوف هو ودي أنا أتكلم عن هذا النقطة بشكل بسيط برضو ودي بعد ما نخلص النقطة هذه أجل زعزع الكلام اللي قاله من شوي. أي ما لي حقل نخلص النقطة. نخلص النقطة. بالنسبة لي يعني إيش اللي خلى كايد يوصل للمعلومة هذه؟ ترى مو شرط يكون يقول لك كايد دخل قرب الواتساب حق اليونكو. ما فهمت القطة. يقول لك دخل كايد قرب الواتساب حق اليونكو جهل علم منه. توصي على نفسي لا شوف يعني هو في أكثر من احتمال قبل ما يوصل وانو وقبلها يعني عاصر كثير من القراصنة ومنهم روكس. روكس يوصل لأسرار المفروض ما يوصل لها احتمال زي ما قال عبد الجليل من أيام روكس, ولكن يوم جاء وانو ما كانت عندها النظرة أن وانو فيها سر, كان يبغى يكون له أرض وكان يبغى يحتل ومبسوط جدا على اللي قاعد يصير. بعد ما قتل أودن هنا صار في تساؤلات يسألها لوكايدو. فأنا باعتقادي خلال 20 سنة تبين له إيش هي وانو, تبين له ممكن من أحد اليونكو مثل اللحية البيضاء عن فترة راح يجي, ممكن من شانكس عن فترة راح يجي,
ممكن عن أسرار عند البحرية. ترى 20 سنة هو قاعد يضرب ويطير ويروح، ف يعني إذا لوفي في سنتين راح يوصل للمعلومات هذه، ليش كايدو في 20 سنة ما وصل لمعلومات عن قدوم شخص لنبوءة تتعلق ب وانو؟ فمن الطبيعي خلال 20 سنة توصل للمعلومة، ممكن وصلت لا أصلا المعلومة من يومته نفسه. يب أبو محمد، أنا أول شيء بعلق على كلام كايدو وبقاؤه في وانو، هذا أهم نقطة بالنسبة لي. مش أنا أعتقد أن كايدو يعرف أن فتى النبوة سيظهر في وانو، وأنه راح يجي وانو. نعم. وأنا جالس عشان فتى النبوة، أنا جالس أبغى يا يقتلني يا أقتله، يا يدكني يا أدكه، يا أرضخه يا يرضخني. لأن في اعتقاد كايدو إذا أنه قدر يهزم ذا الشخص بغرور أنه هو الأقوى وانتصر على هذا الفتى، ممكن أنه يحقق هدفه وحلمه اللي يوصل ملك القراصنة مع هذا الشخص لو قدر يكسر عزيمته. وشوف هذا الهدف اللي يخلي كايدو ما يقتل أحد من خصومه، يحاول يكسر عزيمتهم ويخليهم أتباع عنده. لو كان هذا فتى النبوة، هذا الشخص المنتظر، أنا ممكن أقوده بحيث أني أنا أوصل لأغراضي وأهدافي اللي أنا بوصل لها أيا كانت، الون بيس، أهداف سياسية، حكم العالم، أيا كان غرض كايدو الشخصي. فأعتقد هذا هدف كايدو الأساسي لبقائه في وانو، لأنه عارف أن ذا الشخص هذه نقطة لابد أن يأتي فيها الشخص اللي أنا منتظره، فأنا جالس وملبد ماني متحرك لين يجي ذا الشخص، يا يقتلني وقضي علي، لأن أنا أعرف أنه هذا هو الشخص وأقوم بقيادته وأسوي كل شيء أنا أبغاه من خلال هذا الشخص. وممكن كلامكم يكون كله صحيح، يعني هو مجرد افتراض. كيف عرف كايدو؟ أنا قلت سابقا من الروكس، هو أكبر احتمال الروكس دي زبك أو وايت بيرد البيج مام اللي كانوا معاه، لأنه دولي هم العمالقة الآن، هم أكثر ناس يحتوون على معلومات. بيج مام ترى من أقوى الاستخبارات في ون بيس، فيعني لا يستهان بالمعلومات اللي عنده. الشغلة الثانية أنه كيف قدر روكس دي زيبك يجمع دولي كلهم إذا ما كان عنده المعلومات القوية اللي تخليهم غصبا عنهم يقتنعون. جميل السهل يقول كلام احمد اليماني صح، وسلم عليك. لا 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 يا جميل، جميل السهل يا مرحبا يا جميل. ايش اي هو اللي بالصوره صح؟ اسمه اي هذا اللي بالسينما، اي اللي بالسينما مع الاي جميل. التعليقات يقولون شلون احمد مكرر مرتين عشان نشرح سالفه زازا. شلون مكرر مرتين عشان نشرح سالفه زازا؟ احنا كذا جميل يحسبونه انا مرتين. عشان نشرح بس ليش زعزع متفاجئ. قاعدين امس نحلل انا وزعزع مين الموجود في الصوره هذه. مين انا تعبنا 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 امس واحنا قاعدين ندور في الصوره. والله انا بالشاد حبيب الكل يا جميل، تشرفنا بوجودك. انا رحت جده وشفته، غيري راح جده وما شافه. عليك بالعافيه. يشرب شاي وقاعد يشرب شاي. لا تبالي حبيبي جميل، دائما نتواصل على انستغرام. أضيف شغله بس على الموضوع بالضبط تعليق. للامانه هو جميل. سم امدح تفضل. لا معليش روح روح، تبي تقول شيء؟ لا 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 روح انت، لا تحرجني، ما عندي سالفه كمل. طيب هو الكلام اللي راح اقوله حاليا لا له اساس، لا له اثبات، لا له اي شيء. لا احنا عن جميل الله يقلع بليسك. احنا موضوعي انا، خلينا نتكلم عن الموضوع، تعليق على الموضوع. في بس جاسم فلاحي موجود يا شباب. دعواتكم لها يا لكم جميعا. حبيبنا جاسم الله يسعدك يا رب، وما تشوف شر انت ولا الاهل، الله يعطيكم الصحه والعافيه يا رب. قوم بالسلامه والعافيه يا رب. الموضوع هو او اللي بقول الكلام هذا مبني على نظريه محمد النعامي في حلقه اللي هو الخط الزمني. لا مو الخط الزمني، في احد نظريات محمد اللي توها جديده اللي هي اللي هي علاقه جود فالي بوان. فلماذا يعني خلينا نقول بما ان جود فالي الى الان احنا ما نعرف اي شيء عن الماضي او اي شيء عن الاشياء هذه، ماذا لو ان كايدو والروكس فقط هم اللي يدرون عن السالفه هذه، اما اليونكو الباقيين فهم يدرونها من استخباراتهم و من يعني زي مثلا شانكس يدريها من الروجر وال مع ابحاره وسنينه، كذلك وايت بي يدريها من روجر او يدري عنها عن طريق روجر. اما بالنسبه لماذا كايدو في وانو،
يعني انا اتوقع ان لربما هذا من اجداده، خصوصا ان جزيره اونيغاشيما اللي على شكل غول الى الان احنا ما ندري شلون انبنت او هل هي كانت اصلا موجوده. على ما اذكر عملاق حتى موجود. انا في على ما اذكر انا اذكر في معلومه ان اونيغاشيما ما كان اسمها اونيغاشيما من قبل، ما ادري صح ولا لا، هي هلا هلا صح كان اسمها غير ثم تحولت الى اونيغاشيما. هل ما بعد ما جاءها كايدو غير من تصميمها بحيث او اسمها او whatever منطقي صح. فانا بمختصر كلامي اقول كيف عرف كايدو بموضوع فتى النبوءه وهذا يعني كلامي ما يزيد عن كلام الشباب الا في شغله ان جادو فالي لها علاقه بوانو، فمن هناك عرف سالفه فتى النبوءه اللي هو كايدو بس. نعم. منطقي منطقي. طيب عندك اضافه ولا انت تفضل انت وانا بعدك. لا لا انا الموضوع ده خلاص، قلت اللي عندي كله. اوكي انت تفضل. طيب خلني انت بتتناقش. لا لا انت ما كان ما انا طبعا شو اسمه اللي واضح لي انه من جوانه عارف هذا الشيء، يعني لا يامته علمته بشيء ولا اي احد فينا علمه بشيء، هو جاي وانه عارف هذا الشيء من البدايه، ولا كان ما تحمل الغثيث اوريتشي. يعني من اللي يتحمل واحد مثل اوريتشي؟ الله عليك. يعني هو تحمل واحد غريب نوريتشي ليش؟ لأنه يدري إن في وانو فيها بلا وفي علم، ويدري إن ناس وانو في البداية ما راح يتقبلون إنه هو جاي من برا وانو، فاستغل أوريتشي أحلى استغلال لأن جوا أكثر قطع رقبته. لحظة لحظة إيه سعود سافر ليش تقول لي جاء التعليقات؟ والله سبقت كنت بها أرد عليك ونقرأ التعليقات ونرد عليها. أنا وبرهم قرنا نقرا ترى ونرد ترى، يعني اوكي ممكن ما انا من قطع احد يعني وقت الاسئله ناخذ التعليقات من الكومنت بس. ف الموضوع بما فيه ان كايدو جاي وانه عارف، هل هو عارف من قائد الروكس؟ هل هو عارف من البيج مام؟ ممكن انا اميل كلام سعود انه يعني في الجاد فادي عرف شيء، جاه معلومه من هنا ولا من هنا، صاد علم من هنا ولا من هنا، وخلاه هو اللي يروح حق وان، لانه يعني واضح لنا رايح او حتى بعد ما بعد ما اسس قراصنته وبدا يغزو وبدا جاته معلومات من هنا ولا من هنا، مسك احد من اتباع روجر مثل باقي مثلا ضعيف وطلع منه معلومات باقي اسطوره لو سمحت. اوكي روح امزح 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 كمل كمل. احد من انتقم روجر ضعيف، مو اتكلم عن الشنبات، وطلع منه معلومات وعرف انه في علم له خص بوانو مثلا، وراح كذا عض على وانو، بس انه برضه طاب وانو قبل حتى يتفكك طقم روجر، فكنس النظريه خلاص. عطى قلبي يا زعزع، عطى اللي مش روح للمعلومات. سعود يمكن هي الاقرب اشوف من وجهه نظري ممكن، بس تفضل دحوم. النقطه اللي ابي اتطرق مع بعض الناس بذكر اسماء فيها اللي هي جماعه في جلو، ترى في جلو مرتين، شنو في جلو مرتين والله العظيم. شوف فوق سعود، شوف فوق سعود ايش قاعد تسوي؟ مناكس التروفي التروفي اللي فوق سعود العمر تعكس شكل جلو. اي قاعد يقول بس شاذ يلا هذا مو الدرع حق دحوم الا الدرع هنا. لا 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 هلا هلا شوف 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 ما عجبكم يعني؟ هذا مو درع دحوم، لا هذا زجاجي. جيب 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 طلع اربع حبات فره بس فره امسك امسك عطى زاويه عطى زاويه كويحه لا يطلع لا يطلع جلو خلاص جلو واحد ويا ولد حمله اي كفاية والله يضحك علي شكرا جلو يا اخي والله اللي انقطع اسطوره قسما بالله اللي انقطع اسطوره ما ادري شلون مركز حتى في الدرس يعني مو مركز بالكلام كمل كمل قطعهم كمل ما بديت اتكلم ترى كل هذا بسبب شخص معين يعرف روحه جلو جلو نكاد ارفع اصابعك والله لا اسويها تطلع تطلع روح روح ايه سام سام انا برد على حجة الناس اللي يقولون ياماتو ما تصلح تكون في طاقم لوفي لانها قرأت يعني رحلة أودن اللي لوفي أصلاً راح يمشي عليها ورحلة روجر اللي يمشي عليها، يعني اللي عنده هذه الحجة أنا أشوف من وجهة نظري في رد لها. الشيء اللي ما أقدر أرد عليه لما تقول لي
انا اكره الشخصيه، الشخصيه بحد ذاتها كريهه ما احبها، فانا ما راح اناقشك في هذا الامر، هذا رايك. بس معضله انها قرات التاريخ عن طريق اودن عادي جدا لوفي يوم ينضم، وهي تعطيه فكره اني انا امتلك هذا التاريخ، تبغى يا لوفي اعطيك اياه، لوفي ايش بيقول؟ لا ارفض، بس صبر، انتهى الموضوع يامتو، خلاص تسكت. وهذه رحلة مين؟ رحلتي أنا، وأخيرا أنا راح أطلع. قال ريلي إحنا وصلنا للنهاية اللي الحقيقة، وأنتم إذا كملتوا أو إذا أنتم كملتوا على رحلتكم راح توصلون إلى حقيقة مختلفة. فلذلك أصلا يامتو أريدي راح تكتب، ما راح تكتب الحقيقة والأمور اللي مشى فيها روجر بشكل كامل، ممكن يكون في مسار آخر يخلي يوماتو يعني تكتب شيء هذا عنه، وراح تكتشف أشياء جديدة مع رحلة لوفي، وتربط في دماغها هذا الشيء إنه رحلة أودن مختلفة عن رحلتي. وفي نفس الوقت ما راح تقول هذا الشيء للوفي، لأن لوفي مش مهتم أصلاً، وراح تحتفظ بهذا الشيء لنفسها. فأنا ما أشوف إن في مشكلة إذا شخص قرأ التاريخ ويقدر يحرق التاريخ على لوفي، هذه إنه ينضم. في نفس الوقت يعني عندنا مثال اللي هو فرانكي، طبعا مختلف تماما، لكن فرانكي يوم عرف موضوع البلوتون الساحل الاسطوري ما راح قال لهم، وحتى لوفي لو قال انا عندي تبي اطرح لك، لوفي راح بيقول لا ما يهمني، احرقه وما تكلم عنه. فلذلك ياماتو نفس الطريقه راح تحرقه وما راح تتكلم عنه، مو شرط تحرقه ممكن يكون عند مومونوسكي، لكن الفكره يوصلها ما راح تتكلم عنه حتى لو انضمت. وإذا طرحت الموضوع على لوفي، لوفي راح يرفض، راح تسكت وراح تعيش حياتها وتعيش رحلتها بكل تفاصيلها مع لوفي. هذه حجتي للناس اللي يقولون لا أرفض لأنها تعرف التاريخ. لا، بكل بساطة أودا بسطر واحد بيقنع بموضوع، حتى لو كانت قرأت التاريخ ما راح تقول التاريخ للوفي، انتهى. بس راح زعزع، صار عندنا ماي بارد في الثلاجه دقيقه. اي والله انا بسوي تعديل بس يا دحوم، انت اقتبست نص كلام ريلي، ما كملت كلام ريلي كامل. ترى ريلي كلام الروبين ممكن تصلون لحقيقه مختلفه، فنحن لسنا بذكاء العالم كلوفر وعلماء اوهارا، لانهم ما كانوا يعرفون يقرون البنجليف، لانه كان روجر يسمع بقدرة انه يستطيع يسمع كل شيء، فممكن يكون الشيء اللي يسمعه روجر ناقص مو كامل. ما عرفوا، ما جابوا واحد يقرا البونيغليف الا في نهاية الرحلة اللي هو اودن. ففي البونيغليفات القديمة اللي ما شافوها، لا ما قراها اودن عشان يعطيهم حقيقة كاملة وصحيحة 100%. وبعدين ترى ما تحتاج فقط قراءة، ترى تحتاج ربط وذكاء. يعني روبيني يوم قرت الحجر الأحمر ترى قالت أنا ما فهمت، هذه كأنها تعطي لوكيشن، أنا أحتاج أحد فنان في الخرائط عشان يقدر يشرح هذا الشيء اللي هو كانت دور نامي. فمو مجرد أنك تستطيع القراءة معناته أنت حتوصل للغاية، هذا اللي كان يقصده ريلي. أنتم ممكن توصلون لشيء مختلف على اللي وصلنا، لأنه لسنا بذكاء علماء أوهارا. هذا الفرق، اقتباسك كان شوي خاطئ مش 100%. مو خاطئ، ناقص. أنا قاعد لأنه قال مسار مختلف، ومش مسار مختلف، المسار واحد، الحقيقة واحدة، لكن أسيء فهمها من طاقم روجر وريلي، وراح تفهم بالطريقة الصحيحة عن طريق لوفي وطاقم. أنا في هذه النقطة كانت وجهة نظري واضحة، مش وجهة نظري كيف راح يكون المسار وقاعد أناقشك فيه، وجهة نظري كيف بيكون تقبلنا إحنا في حال يامتو انضمت. أنا قاعد أتكلم على حجتكم، رديت على حجتكم. فموضوع كويس إنك شرحت موضوع ريلي. تفضل جميل. دقيقة، أنا ما عندي مشكلة فيه. احنا تجاوزنا موضوع انضمام لا الحين مش على النظام انضمام، هو يعني زي ما تقول هم دخلوا عن طريق انضمام وراح على شيء ثاني. بس اذا تسمح لي يا جلو، اذا انت عندك دخل تفضل، اذا ما عندك بضيف شغله على الريو برنجلف مو على يامات. اي انا عندي اضافه للكلام اللي قاله احمد. قول هو فعلا حكايته لسنا بذكاء اوهارا كذلك. احنا وأوهارا استعجلنا في اكتشاف الحقيقه، انه في وقت لازم احنا نوصل له على اساس نبدا نكتشف مثل هذه الامور، فاحنا جينا قبل الوقت المناسب. هذا برضو اثر على فهمهم بالحقيقه.
انا اختلف معك بالجزئيه الاخيره، اتفق معك بالجزئيه الاولى اختلف معك بالجزئيه الاخيره، لانه مو المقصد ان احنا استعجلنا، المقصد ان احنا جينا مبكرين، فمو احنا فتح النبوه. بس ما يبي كاتب قالوا ريلي، هذا اللي قالوا ريلي، ريلي قال استعجلنا، انا ما اقول شيء من عندي. الترجمه كتبت مستعجلين لان هي كتب هياي، بس فعليا وضحت فيما بعد مبكرين. يوم قالها روجر اودن، يوم تكلموا بعد ما سمعوا صوت ال مبكرين استعجلنا ترى ما لا يفرق، لا يفرق 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 ان انت تقول انه ما فهم عشان مستعجلين، لا مو هذا السبب. هم يقول مو احنا المتنبأ بنا، المتنبأ بنا بيجي بعدنا اللي هو لوفي، هو فتى النبوءه. وطبعا في ذاك الوقت روجر كان يتمنى انه ولده ايس. بس بغض النظر عن النقطه دي، أأكد على كلام أحمد في نقطة، أنا ترى ما كنت معترض عليك في بداية أحمد، بس أتفق معك 100% في الأخير، فهمت قصدك وكلامك صح. ونسيت أنا نقطة مهمة ذكرتني فيها بالنقاش، اللي هو الريو بنجلف. هم قالوا أن الريو بنجلف عبارة عن 9 بنجلفات، ما تقدر تفهم واحد منهم بدون 9 كاملة. لازم تربطها، لازم تربطها كلها. آخر واحد منهم اللي بيربط كل الحقائق، هذا الشيء إذا ما أنا غلطان أتوقع جل يقدر يأكد لي إياه، استنتجتها وتوصلت لروبن يوم انها وصلت سكايبيا. في سكايبيا مظبوط صح يا جلو، انت اللي انت المرجع حق سكايبيا. على الدوافع في القلوب بفم المغلق نحن يوم جاء الحراج كل الحجار وفيها خيط مرتبط. فهذه الجزئيه اتفق معك فيها 100% وقنعتني 100%. انا كنت معترض بذلك، بقول لك لا اودن انضموا، بس ذكرت انه فعلا ريو بنجلف هم قالوا عند البنجلفات اللي تمر عليهم من بدايه الجراند لاين لنهايته، يا اما انه يعطيك مكان سلاح، يا اما انه يدلك على مكان بنجلف رود بنجلف، يا اما يتكلم عن اسطوره، يا اما يكون هو ريو بنجلف فعلا. بس انت ما تعرف ان ريو بنجلف الا لما توصل في الاخير. فروبن مكتبتهم كلهم، اذا مو مكتبتهم في اوراق سجلتها هنا، فعندها الحقائق كامله، وفعلا هي مؤرخه، هي افضل من تستطيع جمع المعلومات وتربيطها وتفكيكها كمؤرخه تطلع بالنتيجه الصحيحه. فهم جاءوا عرفوا سر الدي، عرفوا سر الاسلحه، وعرفوا ليش وانا مغلقه. هذه 3 نقاط اللي تكلم عنهم اودن على الاقل يوم انهم وصلوا رافتن، ولكن لربما ما عرفوا سر القرن الغابر لانهم ما اكتشفوا الريو بنجلف. برافو، احس ان النقاش طلع بنتيجه حلوه جميله. طيب حتى بعد يعني من الاشياء الناقصه ممكن انه بعد ما عرفوا فاكهه شيطان سره اضف يا ماجد على كلام جلو اللي هو الاستعجال او التبكير، ان الاسلحه الاسطوريه طلعت مرتبطه بمخلوقات لم تولد بعد، لم تاتي. فاحنا مبكرين وصلنا لذي المرحله المفروض يوصل فتى النبوءه عشان يتحكم بالاسلحه. طب الاسلحه مش موجوده حاليا، مهما سويت انا مهما فعلت ما راح اقدر اخلق سلاح. هذا بس هذا عشان تغير العالم، مو عشان فعلا تعرف الحقيقه. فلو لو معهم واحد هم عرفوا الحقيقه شبه اسمع كان. الله عليك، هذا اللي بيوصل. لو معهم واحد من أهارة وكان يقرأ من البداية كان وصلوا للحقيقة كاملة، هذا ما نختلف عليه. لو جمعوا الريو بنجلف كلهم، بس استعجال روجر سبب مرضه وعدم وجود أودن من بداية الرحلة تسبب بهذا الشيء. أوكي، نكتب هذا القدر. حتى دافعهم كان مختلف. كنز مختلف. حتى لما جو عند أرك اليوجن، جو في اليوجن عفوا الجزء الملك اليوجن. شافوا البونيغليف الازرق اللي فيه كلام عن جوي بوي، يعني المفروض انه كلام مهم، كان هذا مو مهم، نبغى لحمه حرفيا. فما كانوا مهتمين في الكلام اللي فيه، لو كانوا يعني عندهم الاهتمام هذا كان اختلف الموضوع. لكن روبين جايه بخلفيه مختلفه. F08 يقول والله افضل نقاش سمعته لكم جميل. اريد التوري واضح ان في ناس ما يحبوا نقاشات القوه، بس ترى في ناس تحب نقاشات القوه والله عظيم. نتفق بس في ناس تحب نقاشات القوة، يعني نحاول نرضي الطرفين يا جماعة الخير، ما نزعل. خذوا عطي. طيب اوكي خلاص النظرية. اي باقي نقطة واحدة أخيرة اللي هي وبندخل على أسئلة على طول إذا تسمحوا لي. يقول لك نهاية أرك ديسروز الفصل 800 وإعلان أسطول تحالفات لوفي مجموع 5600 وتحت قيادة 7 كباتن وصفهم أودا بهذه الجمل، بقراها الحين. وسياقها يوحي بطبيعة المعركة والحادثة التي سيشاركون بها. سؤال، هل هي وانو أم لا؟ لا أعتقد، بل ربما حرب أعظم. أعطونا رأيكم. بقرأ السيناريو، بقرأ اللي كتبه الكاتب بالترتيب. 7 محاربين غرباء وأقوياء صنفوا أنفسهم تابعين قبعة القش لوفي. بعد هذه الحادثة كل منهم سيزداد قوة حتى يسببون في النهاية حادثة عظيمة ذات أبعاد تاريخية.
لكن في الوقت الحاضر تلك القصة لا أحد يعلم بها حتى الآن. هذا من الترجمة الرسمية للفصل لنهاية آرك دسروزا بعد ما انضم السبعة الحلفاء اللي سكونوا الجراند فليت حق طاقم لوفي. من جهة نظري أنا شخصية في الموضوع هذا من كنت ساكت فترة. إيه تفضل روح. أشوفهم بيجون في الحرب الأخيرة ضد البحرية. بعد أنا أشوفهم في وانا ما راح يتدخلون أبداً. لو كان بيدخلون كان يدخل في وقت أبكر من الحين. مو بحين يوم قامت الموازين تنقلب لصف لوفي يجون يدخلون ما لها داعي. ففي وانا ما راح يتدخلون حتى في حربة ضد اليونك بشكل عام ما راح يتدخلون. راح يتدخلون في الحرب الأخيرة ضد البحرية والحكومة العالم. طيب آخر جزئية جرح كايدو ما تناقشت معك فيه أحمد. بغض النظر عن يعني تشابه ما تشابه خلوا هذه على جنب. تأثير. أنا يعني بتكلم أو التأثير بتكلم بشيء منطقي. أنا مش هتقول ندب داخل جسم توهق. لا خل ده الموضوع خلاص ما نفتحين. الأبي وصل إن في كل مرة كايدو يتحول على فكهته ويرجع تختفي الجراح. فأول مرة تحول وهو في السطح ونزل الجرح وقف النزيف بس تم أثره دامي وتحت عند كيمون وعند مومونوسكي. يوم تحول للمرة الثانية حاليا وطار ورجع لبنته ما أدري إذا شفتوا ترى في الترجمة الرسمية شباب يوم شايفين إذا تكونوا تحطونها في الترجمة الرسمية واضحة 100% لم يعد هنالك أثر دم نهائيا اختفى لم يتبقى سوى الندبة يعني كأن الجرح تسكر تماما جرح زورو تسكر تماما بغض النظر عن في له تأثير داخلي ما له تأثير بيطلع بعدين بلا 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 خلوا ذا كله على جنب. أبي الحين نبي نتناقش بنقطة إن هل فعلا كايدو كل مرة يتحول على تنين تتشافى جراحة يعني أشوف ذا الموضوع بدأ يتكرر. من يبي يبدأ في النقطة؟ المعلومية طبعا قبل أحد يبدأ في وانو أنا شفت الأنيميشن المانجا ما كانت واضحة الأنمي بعد ما انجرح من أودن أودن ترى بمجرد ما عاد لهياته صار ندبة بالضبط صار ندبة بس شافة يعني ما عاد ينزف وقف النزيف وقف النزيف هذا اللي أنا بوصل يعني لو قلنا مثلا أنه يقدر يغير الحراشف بحيث أنه يسكر الجرح هذا اللي أبي وصل أنه فكهته تتفاعل في اللحظة اللي هو يتحول سواء يرجع لهيئة البشرية أو يرجع لهيئة التنين تحس فيه قدرة علاجية وطبيعية تتفاعل يعني. بس الـ الاختلاف بيني وبينك ماجد أنه بعد ما تحول ضمد نفسه ليش تضمد لا إذا كان هو فعلا تشافه خل ذا الموضوع ذا بيجيك فيه بعدين هذا انت هل يطبق الضرر داخلي بلا 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 بنتكلم عنه بعد تفضل انا صراحه يعني ملاحظ هذا الشيء واكثر المتابعين لاحظوا هذا الموضوع اللي هو ان كل مره نشوف ان كايدو يتحول لطور التنين من يعني ويرجع. مره يتحول في بدايه معركه يتحول ثم يرجع بالهيئه البشريه لاحظوا في ياماتو تحول للهجين على طول يعني طار اول شيء بالتنين بعدين نزل هجين طار تنين ثم تحول بشري ثم تحول الى هجين. طيب ايش المقصد من الحركه هذه؟ هل هي فعلا مثل ما يقول ماجد هي قدره علاجيه؟ هل هي بسبب التنين اني هل هي يعني التنين هذا بسبب الحراشف ان اسطوره التنين؟ انا صراحه انا مع فكره ان هذا اسلوب كايدو في القتال انه يجيك بالطور التنين ثم يجيك بالطور البشري حتى يجي يقاتل. يعني هو الطور التنين هو وظيفته هي قدرة علاجية أكثر من الزون نفسه. أوكي أنا أتفق معك في هذه. أبي أرجع أذكرك أخوي قبل تقول لسالفة كلمة البيج مام له إن أنا أنقذت حياتك وعطيتك الفاكهة في ذاك اليوم اللي كنت فيه ميت أو شبه ميت. أنا كنت ترى قاعد أوافقك من يوم. إيه لا أنا أذكرك عشان تذكرها تربطها مع النقطة. من يوم الضعيف أنا كنت أقول لك يعني اللي واضح لي إن أودا قاعد يسير لهذا الاتجاه إنه كان بس إنه الأضرار الداخلية موجودة ولا لا لحد الحين ما توضحت. اتمنى تتوضح في قتاله مع ياماتو ان هل ضربه زورو اثرت عليه داخليا ام بس جرح خارجي وخلاص شافه منه وخلاص لان هذا شيء بيفرق كثير. ايضا لحد الحين البريك اللي كان يتكلم عنه ماجد لحد الحين ما صار لكن بشكل عام تحوله للتنين ممكن هذا شيء يخليه يتعالج من يتحول انه يرجع مره ثانيه لطور العادي او الهايبرد ما يفرق يعني هو بخلاص كذا يكون تم التعافي والتشافي وتحاول هذا لان هو ياما كل واحد منهم عارف قوة الثاني فما فيها مجال للطقطقه يلا على طول اجلدك تكون اجلدك. وترى لحد الحين ما تكلموا لكم الشباب اللي ما حضروا عن قتال كايدو ياما هل هو بيستمر اي نبدا من دحوم ونروح الجلو وبعدين عبد الباري بنتي ابو خليل
مرة ثانية. وهو بينتهي بضربة غلط. دحوم تعال يا مثل الاستدعاء بالاخير ولا عرفت النقطه اللي تضيف كايدو يا مثالهم هل هو ضربه وين انحاش واضحه طيب قتال بس قبل اصبر ابدا في الدولاب واجي لا تدفه يا زين الدولاب خله لا اللي قبلها النقطه اللي قبلها التحول التحول انا من وجهه نظري احس انه يعني الكاتب لسه ما صرح ولا جاب لنا ولا شيء عن قوه كايدو او كايدو بنفسه ما قال اني امتلك هذه القدره لكن تكرار الشيء احيانا يثبت يعني فعلا انه يمتلك هذه القدره قدره الشفاء يعني مثلا ماركو لما قارن هذا الشيء بماركو ماركو الله اكبر ايش يسوي عشان يعمل تجدد انه هي يعني اصبر خبيته هذا رجع قبل ما فعل الفاكهة أو جزء من الفاكهة عشان يعمل علاج على طول علاج فوري ايه. فكايدو طبعا ما عنده قدرة ماركو لربما يعني في نهاية المعركة يقول أنا اللي يميز فاكهتي عن غيري أني إذا تحولت إلى الطور الكامل ثم رجعت إلى الطور الهجين أو الطور البشري جروحي يتم إغلاقها بمجرد أنك تتحول للفاكهة أحيانا تعطيك الفاكهة قوة شفاء وإحنا عارفين كروكودايل زمان قال الفواكه الزون إذا أوقدتها تعطي قدرة شفاء عالية فإذا أنت استخدمت قدرة الفاكهة مثل ماركو على طول راح تعطيك أفضلية في التجدد أفضلية في القوة أفضلية في ضربة الضربات أو يعني ضربة النار حقتك فأنا شايف إنه تحوله لأنه تكرر أكثر من مرة وأكثر من وقت وأكثر من زمان حتى قبل 20 سنة من التنين ثم الى الوضع الطبيعي هذا الشيء يعطيه علاج ممكن فقط اغلاق جرح ما يعطيه شفاء مثل ماركو انا استبعدها تماما الاضرار راح تكون موجوده لكن ما راح تكون نفس الاضرار قبل ساعه يعني اذا كان الضرر 50% بعد التحول وذا يعني يخف الى 80% فانا اتوقع ان الزون تمتلك هذه القدره لكن مش 100% الشفاء والدليل زي ما قال احمد ربطة الجسم هذه تدل على شخص أصاب سابقا حنرد على الربطات وهذه بس تفضل جلو نسمع من أرى الشباب ونرجع له طيب تمام أنا برط على الربطات هذه من البداية كفو عليك روح لأنه أصلا الضمادات في ون بيس كلام فاضي سينجوكو في الحرب سينجوكو في الحرب كان يقاتل ما كان يقاتل أي شخص في نهاية أوله. الحرب ولا لابس ضمادات عليه والأمور كأنه داخل في حرب لا تعرف الوضع شافوا سمردحة وخش معه ترى تقريبا زي كذا يعني حتى ماركو اللي قدرته نفسها الشفاء كان واقف بجنب شانكس في حرب في قبر أسطورة يا أخي وينك من زمان يا أخي ضماداته وهذا وعلى فكرة ترى لوفي راح يهزم كايدو رجل لرجل والكايدو ما عنده ولا إصابة هذا الشيء إحنا يعني احنا نقوله عن ماجد لان احنا عارفين يعني بالاخير الموضوع وين بيوديه ماجد سووا كليب على جلو خلونا نضحك اللف اللف ونرجع يا جلو ما هو هذا الموضوع طيب في نقطة اللي قالها ابراهيم ما سمعنا رأيك فيه اسمه اللي طاف ابراهيم كان يقول يا ما ترى راح تستطيع مقارعة ومجارات كايدو حتى يعود لوفي لا خاسي وتعقب شكرا ما تقدر حدها ريمي هكي يستحى مثل ما صدح لوفي خاسي مين هي يا ترى عنده ملكي عنده ملكي مين اللي عندها ملكي يا ما طلع يعني المفروض انه هي عنده ملكي اي حتى دون شنجاو عنده ملكي حتى لوفي لما والله اكبر لما مضرب مثل عندنا في الملك يا ولي يا جو اكبر جلد هذا اللي يطيح هيبه الهاكي الملكي احسن يقول وانا مالي الله يصلح حال اودا يوم يعطيه الملك شباب تكفون بس يوم يجي الفصل تذكروا كلام شباب كله انا ترى ما اتذكر قصدك كليبات يعني اي اسوي كليبات تذكروا كذا عشان لا جاء اليوم الموعود انا لو صارت غلطان انا بعتذر بقول كنت شاب طاش متهور وما عندي مشكله بس لو صار العكس اقسم انت انا ما انا اتذكر كم معي البدايه انا ما
هذا دحين ما كان معي ترى مرة. أنا قلت. أنا قلت معاك بداية لين ما قلتي جاريها لين ما يرجع لوفي هذا أنا من ضد. أنا قلت لك بتقاتل وبتقاتل. أنا قلت ورجع عيدها يا مرة راح تجاري كايدو فيعني إنها تمتلك القوة لمجارات كايدو فقط. بس انه تصم اللي ما يرجع له في هذه ساعة ساعتين لا معليش انا قلت ما يرجع له المجراة فيعني انها بمستوى مقارب للوفي وتقدر تقاتل كايدو بس شكرا لك ما قصرتي انها تنضرب هاكي مالك سكران انت هذا هذه ابنة يونكو هذه ابنة يونكو فهي قوية جدا هو يضرب جهتين تربت على ضربات كايدو فكيف انها تنضرب الحين وصار بس بارو ابن يونكو كل طاقة شكرا شارجس بارجس مو بلد البلاك بيرد يا بس برضه بس موجود يعني مع يونكو نعم نعم الان بيرس بارو راح يتصادم مع لوفي ويصمد امام لوفي بيرس بارو راح يتصادم مع ايس ويصمد امام ايس بيرس بارو يتصادم مع توبي روبو ويجلدهم يعني حتى لو كان ابن يونكو احنا نتكلم عن ياماتو ضدك هو يقول لك انت تقول انا اقول لك بكل الاحوال بكل الاحوال بيرس بارو راح يلقم بينما ياماتو تصادمت مع هذول كلهم ملتمات لا وقف 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 دحم دحم اصبر 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 يا جله دق 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 انت معنا ولا ضد يا عم ما فاهم يا ياماتو يا جماعه الخير ياماتو تضاربت مع اولتي مدري بيجمان في بدايه هذا مستواها قلتي اي ما حد قدر عليها ايس يا باشا تضاربت مع ايس بلاش باك طيب ايس بزر كان ايش بزر اقوى من لوفي طيب ايش دخل لوفي بيامته تقابلت مع لوفي تضاربت مع بعد ما سوابك خير تقابلت مع لوفي انا قاعد اوصل لكم فكره هذا الشخص مو مثل بيرسبارو عشان تقارن فيه اذا كان فيه خطا فيه بيصير خطا على كلامكم كيف تقارنون ياماتو مع بيرسبارو صحيح طيب الدور عند محمد اسال حكي بيرسبارو فقط عينه بعين كايدو يصفط على وجهه سؤال مهم لا تخش لنا في مواضيع ثانيه السؤال المهم انت مع ابراهيم بتصمت لين يرجع لوفي ولا لا لا تقول لي دقيقة لا تقول لي ساعة ساعتين ساعات تصمم لما يرجع لوفي ولا لا انا كلامي غير مفهوم ايه لانك انت صرت لا 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 انا اقول لك ليش كلامك مفهوم وش قلت انت لا تلف الدور لا اللي جابه حقتي انا ايش قلت هو معك قلت الاسبوع الماضي وقلتها الحين في البداية ايش قلت انا انت معاه بس خلاص انا معاك ايش يعني راح تجاري ولكن مش الفتره اللي قال على بريسبر هو اللي خرب النقاش بيسكلي هو اعترض على جلو يوم قال جلو تسقط برايمي هاكي اعتراض ثاني لكن ولا هو فعلا معاي انها بتصمد بتقاتل لها ربع نص ساعه وبعدين بتسقط قبل يرجع معاكم يعني اوكي شوف انا نص ربع ساعه معلش بس عشان يلا عندك يخلص عشان بعد عبد الباري وبعدين احنا نص ربع ساعة ما هو إلين ما يعود لوفي صح ولا مو تمام ما عندنا مشكلة إيه إذا أكل الضربة مباشرة زي ريمي هاكي أو راجرا نوك هذه حقت كايدو راجنا روك قالها عدل جلو كمل ياماتو هنا بتنتهي وما أشوف إنها بتستمر بالقتال بعد كده. طيب عبد الباري الدور عندك بعد أحمد يلا روح طيب واحد يقول ربع ساعة أربع فصول هذه حقيقة صحيح ترى طيب أولا تشافي حق كايدو أسطوري وخرافي اللي جاك قاتل 7000 مليون واحد ورجع وتشافى فما بالك البيج بوس صراحة كايدو عجيب جدا باستشفائه يعني حتى جرح أودن ما أتوقع أنه يؤلمه كجرح يؤلمه ك قهر يعني نفسية. او انه يؤلمه ايه نفسيا يعني نفس ها ما تؤلمه كجرح بس نفسية. تؤلمه نفسيا يعني هو حس نفس روجر بعد مو بروجر الحبيضاء ف اللي قاعد يصير مع كايدو بهالحكايه يعني اشوف لانه على طول اول يجرح من زورو من اودن للاسف بديت اقول زورو يستاهل من زورو من اودن راح الجرح بس بقت الندبه هذا هو سواء هايبر سواء طور بشري سواء طور تنين تشافيه جبار واسطوري ونفس ما قال جلو الحمد لله قاله طريقه الضمادات وذا شكل بومبيس حرفيا شكل هذا تحسن ثاني حقت
ايه مش هذا اللي قاهر هذا يقصد الجرح ها اه وش اخر لا يقصد الجرح يقصد الجرح لا ف طبعا انا كنت ضد انه جاري ياماتو جاري كايدو هذه النقطه الثانيه لانه زورو ما وقف قدام كايدو معليش انا اشوف انه زورو اقوى من ياماتو حتى مع تشابهات الغلط او ذا برضه ما راح تصمد زورو جرح كايدو ولقم فمعليش ياماتو ما راح تصمد راح يلكه لك والله انا عشان بنت يعني ما ودي الصراحه اشوف بنت تضرب بس مسترجل خله تجلد خله تجلد وذا فما شفنا راح تصمد طيب طيب افضل ابو محمد انا بس عشان تعرفون رايي المحايد اللي هو بين الطرفين اصلا هي راح تصير الثنتين شلون راح تصير الثنتين ان هي بتقاتل وبيرجع لوفي ولكن ما راح يصير قتال طويل ترى يعني انا ما اعتقد ان لوفي هو نازل بدون يعالجونه اسبوع ترى بس هلب 10 دقائق وبيقوم ترى في دريس روزا 10 دقائق بس ريح ورجع قاتل مره ثانيه فل هاكي ضد دوفلامينغو فالفكره هي العشر دقائق هذه ياماتو بتقاتل وبتنجلد وكايدو بيجي بيقول لها هات تصيرين شوغن ولا اقتلك بيقول لها اقتلني بيجي يعطيها وبيجي لوفي هنا ينقذها هذا اللي راح يصير ودخلت لوفي بتكون دخله اسطوريه واحتمال كمان يكسر الهراوه بكسر فهذا اللي بيصير كلامك كذا يعني مع ابراهيم يعني ايه هو قال لا هو قال انا قلت بين هي ما تقدر تصمد امامه فتره طويله لان القتال اصلا ما راح يدوم فتره طويله بس ابراهيم ترى ما قلت انه فتره طويله انا قلت اصبر لما يرجع لوفي بغض النظر على المدة واللي انا كنت اقصده من البدايه انها ما راح تسقط من ضربه مثل ما يقول معاذ مثل ما يقول الحين زعزع مثل ما يقول جلو هم اللي يقولون بيسقط من ضربه ثلاثاتهم انا ضد هذا الشيء تماما كل تذكروني وكليبات مذكرهم صح ما شاء الله عليك لا الحين المهم المهم اللي بيصير حرفيا قتال لمده دقائق راح تنهزم فيه ياماتو وراح يرجع فيه لوفي بعد هزيمة ياماتو بس راح يمنع موت ياماتو هذه الفكرة اللي حتصير لكن لو طار القتال لا طبعا ما راح تقدر تصمد قدام كايدو لين يرجع لوفي هذه الفكرة اللي أنا محايد فيها طيب حلو صحيح ترى تقريبا فكرة أحمد المحايدة هذه ما تعارض ولا واحد فينا طبعا طبعا أنا محايد يلا شينون يقول بيرجع يلا بيرجع ويقول أنا أنا برا البيت مع الأهل يا ماجد في نقطة في نقطة في الفصل ودي ان نتناقش عنها المفروض على السريع يعني. على السريع انا والله طولنا على ياماته فهذا اللي اخر تفضل قول ما هو مشكلتكم يا اي ادري انا مش عطنا النقطة والله بقول الفكره انا بتكلم عن عصا نامي ايوه ما انت شايفين انه هذا اصلا موضوع غريب لا ما هو غريب الغريب الشيطان الله يسلمك متوقعين واصلا من اول يا عبد الجليل انت ما كنت معنا كيف متوقعين من اول انه يطلع عصايه من اول من يوم ان زيوس داخل عصا نامي لا منها يا منها دخلت العصا في دم ذاك الانثى لا راح تندمج مع العصا لا لا عبد الجليل يوضح ان كيف ان العصا تحولت صارت سلاح صارت اي احنا كنت انا قلت اقول في الانطباع حقي يا جلو وانت يمكن ما حضرت الانطباع ولا شفت البثوث ما لومك مشغول الله يعطيك العافيه دوامه كذا ان فعليا حاليا زيوس لم يعد مجرد غيمه حتى في وقت اللايف رياكشن معاذ صلح لي النقطه ذي ان انا قلت شلون طلع زيوس غيمه المفروض انه اندمج مع العصا فقال لي معاذ لا هو فعليا حاليا كروح داخل العصا واي شكل بتطلع نامي من العصا راح يتحول على زيوس فيوم طلعت هي غيوم بيضاء طلع زيوس وكانه غيمه بيضاء بس اذا تحولت الغيمه سوداء صارت سوداء بس اذا العصا تحولت ضربه تتحول هراوه اذا العصا تحولت سلك يتحول سلك هذا يعني خلاص هو فعليا كروح اي هو 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 تحول كروح يعني البيج مام طلعت روحه اي فهذا يرجعنا على نقطه ترى شكرا انك عدت فتحت الموضوع على نقطه انا كنت اقولها من قبل يوم قالت هيرا انا اشعر بقوه هل هي فعلا اكلت جزء من روح زيوس ام ما هي اكلت الغيوم السوداء وما اكلت زيوس زيوس دخل في الغيمه في العصا عفوا لأن فعليا نامي أطلقت الكرات السوداء ما العصا والكرات السوداء اللي كان زيوس يأكلهم مستمتع فيه ويشعر بقوة مع روح زيوس كل هذه دخلت داخل ثم هيرا بعد هيرا قالت أوه أستشعر بقوة جبارة زادت قوتي فجأة فهذا يشعر أنه أكلت زيوس وشفنا أن زيوس موجود داخل العصا
فهل اكلت نص روح زيوس وحاليا اللي موجوده داخل عصا نص روح النص روح الثانيه، ام هي بس كانت كرات الغيوم السوداء وزيوس فعليا دخل العصا نجا ما كانت منها شيء؟ زيوس قال انه اكلت جزء من روحي. اي في البدايه اكلت، في البدايه هي عضت كذا عضتين، بس اقصد العضه الاخيره يعني تقول اوه اشعر بتفوق في القوه. هل زي هذه ممكن كريات اللي اعطتها؟ نعم هذا اللي انا ليه مع بعض جزء والكريات. طيب ماذا اذا تاخذون باقتراحي الاسبوع الجاي ما في اي فصول؟ اي بنتكلم عن نتكلم عن ون بيس، نتكلم عن اي شيء ثاني. اي نقاط نسيرها؟ انا عندي نقطه باتجاه هذه الروح. ايه تتذكرون في حرب المارين فورد ما كان في واحد مع كره حديديه مدببه من مع الوايت بير عالفين الوايت بير كان بنفسه كان فيها روح تتحرك وكان تهاجم ال صحيح؟ لا يمكن انا كلمتك يا ماجد تقولها في انطباعك او بدايات ارك البيج مام هي في احد بدايات الا 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 والله ذكرت اقسم بالله ذكرت. طيب اعتقد وقت كوميكون جده اذا طيب الثانيه يمكن تكون فاكهة مثل فاكهة الفيل اللي كانت في السيف، فهذه فاكهة يمكن عض ما يمكن لا نتكلم فاكهة يعني مو كروه جايز ممكن يعني ترى المشكلة انه خيال اودا يتقبل فاكهة. لا اضحك على اسم الفاكهة عض ولا الفكرة معك معليش بس تستغرب اودا ممكن يسويه. لا بالعكس حلوه عجبني الاقتراح عجبني عضعض. ايه بس انه انا وقتها اول ما جاء اركان بيجمام على طول شبات ربط بين هذه الكوره وبين كلمت عن هاكي التخاطر ولا ما كلمت؟ اذا اسبوع ما كان معنا لبث الانمي اوه جلو فاتح كثير هاكي التخاطر يا جلو. لا تكلمت عنه الا كان موجود هو تخاطر ما يذكر يا رجال كان خطر فشل التخاطر بينك وبين ابراهيم. شو اسمه كنت بالجوال انا ما هي يوم تدخل ما قلت راح رايك ولا شيء. لا هاكي تخاطر سمعته تخاطر ايه تخاطر سمعته هاكي تخاطر انت لو اللي في يوم قال لمونوسكي اسمعته حلو يا ابو محمد حلو يا ابو محمد. انا اقول لهم يا لوفي اللي عندي انا ياك هاكي التخاطر من ذاك اليوم يعتبر توقع يحسب لكم ولا ما يحسب لكم فيتو هاكي التخاطر. بس هاكي التخاطر وقتها كنا نصمت المايك كيف لا نسيت حلقه الفيتو ناسي ترى حلقه الفيتو والله اني ناسي التخاطر نسيته التخاطر رساله والله ماني متذكر الصراحة. اكتب في اليوتيوب بعد الباب تكتب اليوتيوب فيتو التخاطر وراح تذكر ان شاء الله بتضحك صار كلام فيها كبير انه بس كذا يعني اشياء نقولها طريقه وغوده يحطها في القصه انا امزح بس طيب مثل هاكي شو اسمه تخفي عند حمض برضه قال يسلم هاكي التخاطر حق كاتاكوري بلوفي بس ري هذا هو. طيب اوكي خلصنا كذا النقاط وننتقل للاسئله. ما شاء الله الاسئله كثير 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 واجد كثير اسئله اليوم واجد جاوب على دقيقه عندكم شوي وجه ها طبعا نبدا بالتوجيهات على طول بس يمكن اول تعليقين ثلاثه مجرد ترحيب سلام ترحيب فبنقراهم سريع بعدين نبدا نوجه. طيب نبدا من عزوز لا من هنا نواف قبل ساعتين ذا قبل يوم نواف العتيبي يقول الحمد لله على السلامه جميعا منورين اريجاتو اريجاتو لا هو ذا يحسبها بالساعات ذا قبل يوم يعني فعلا قبل 24 ساعه. للتصحيح النقاش حق فصل قلت يا ماجد هذا من حسان انه بعد ما رجع كايد الهيئه الطبيعيه تشافى من جرح اودن وهذا غلط ارجع الجرح كان دامي حتى بعد التحول وحتى كايد لو وقف نزيف جرح زورو يبقى الضرر الداخلي من قوه الضرر الضربه الوحيده اللي قاعد يلهث منها هي ضربة زور ارجع شوف اذا مو مصدقني يوم قال لو انكم معي لحكمنا العالم. تبي انا اجاوبه يا احمد ولا تبي تاخذه انت؟ لا جاوب انت. يلا شكرا لك. طيب انا الله يعطيه العافيه جل تقريبا شبه جاوب على النقطه ذي. وابو محمد ذكركم حلقه الانمي ارجع شوف حلقه الانمي قبل كم اسبوع ان الجرح في الانمي اظهر لك اياه الكاتب انه تشافى. ما ادري عن المانجا حتى المانجا ما كانت واضحه 100% يوم يقوم كايدو يلك اودن سريع المانجا ما جابوا الجرح اصلا اي ما جابوا الجرح اصلا ففي الانمي وضحت ان كايدو تشافى
ارجع شوف اذا ما انت مصدقني. النقطة الثانية المهمة ان كايدو يوم يتكلم احمد ان كايدو كان ملفوف، ترى حتى راسه كان ملفوف، بس انا ما اذكر ان اودن صقع على راسه، ترى اودن صقع صدره، الجرح كان بالصدر، فليش راسه ملفوف؟ بتقولي بعد في ضرر في راسه، هذا شيء ثاني. فهي النقطة اللي تكلم عنها عبد الجليل ان هذه الحركة الكاتب يسويها ان انت خضت حرب، يعني والله صراحة مع كامل حبي واحترامي لأودا هذه حركة غبية يعني. تجيب لي روجر ولاعي البيضاء قتلوا ثلاثة ايام اخرجت لزقه هنا لزقه هنا، وين قاعدين يا حبيبي؟ اقسم بالله ولو كنت حطيت اصرف والله يعني هاي استعبرت من اودا مع كامل حبي واحترامي يعني. انا مو قاعد اكون اشوفها بالعكس تمام، شو المشكله؟ لا لزقه هنا ولزقه هنا يا اخي، جات الضربه مؤلمه هنا، حط لزقه يا اخي منطق يا اخي، ثلاث ايام قتال مع اللحيه البيضاء عادلين يا اخي. كلب يا عيال تفضل يا عبد الباري مروم. كيوي يقول مو ملفوف خساس. لا ورق عينه ورق عينه، يقول انا ورق عينه عشان طيب ورق ملفوف ورق خاص. طيب حلو يا كيوي. طيب فباختصار الضرر حق الضربه الداخلي، اذا كايدو نفسه ما قال اوه ضرر ازور وما طاب، ما راح اقدر انا اجزم انه في ضرر داخلي، طالما اني اشوف كايدو قاعد يقاتل قدامي بكامل قوته. شلون انت تجي تقول لي في ضرر داخلي واللي واضح لي ان تشافه الجرح تشافه من برا، يعني المفروض ان الجرح وطبعا الاثر بقاء الاثر زي ما صار مع اودن، زي ما قلنا لكم ان الاثر هو بنفسه قال، بينما لو كان في ضرر فعلا داخلي فانا بقول اودن تسبب الضرر الداخلي، لان بعد ضربه اودن طاح على الارض وتم ينزف بعدها قام وضرب اودن، بينما ضربه زورو نفسه يقول تمنيت اني اسقطتك ارضا وما طاح كايدو، ما طاح ارضا، تم واقف وقال له ايش قال له؟ ما قال لك انت سببت ضرر او ضرر قوي، قال يكفيك شرف انها ستبقى اثرها سيبقى، بس هذا اللي قاله، انت تركت اثر على صدري لانها بالملكي، لانك ضفتها ملكي مع الريو فتركت اثر. النقطه دي يعني غطيناها كثير. ف يعني انت متوقع يقول لك يكفيك شرف انها تعود؟ اي وش مو كذا، كان قال على الاقل انت سببت لي بضرر داخلي، انت اصبتني اذا ذكر قدام. انا اصبتك، انت قاعد تصب دم، ما انت قاعد تقاوينا يا رجل، جراحها قابل طيب وصب منه دم، يوم دي طلع لوفي منه يوم يسوي حركه الاعصار ما جرحه طلع منه دم، ما جذب المسلم. لا 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 خلي جاوب جراحه طلع منه دم. طيب ما قال له انت جراحتي طلعت مني دم؟ ليش ما يحتاج يقول له؟ قال زور انا زور اللي ندمان، قلت من تطرح اي ما هو قال والله تمنى فرق اني اشقك بالضرب. فرق الضربه ضرر الضربه يبين اذا انا قدرت اسقطك ارضنا وانت ميت واقف. اودن يوم شق اسدحها في الارض، لوفي يوم اضرب اسدحها في الارض، بعدها لوفي ما ضرب ضربتين اسدحها في الارض. اي زورو ما قدر يسدحها، وزورو متحسر يقول تمنيت لو اني اسقطتك ارضا، يعني على الاقل سببت لك بضرر يسقطك، الضرر ترك اثر بس ما اسقطه. هذا اللي انا بوصله. يكفيك شرف ان بتترك اثر. اي يعني انها ما سببت لي ضرر لدرجه انها طيحتني. ما سدحتني لكنك تركت علي عار. اي تركت علي اثر، انا استخدمت الملك، عارفين ليش الاثر موجود؟ ما هو عار. اي ما هو لا ما هو عار النبع على الله الله، هذه كلمه زورو يرد عليك بكلمه زورو، قاعد يرد عليك بكلمه زورو، يلا جاوب انت. زورو ترى زورو قال النبع على ظهر السياف عار. اي وعلى قدام شو تصير؟ شرف. وعلى قدام شو تصير؟ شرف. شرف بس خلاص، لا تقول عار على كايدو. قل يكفيك بخرا يا كايدو ان زورو ترك عليك اثر. هذه كلمة اداتش. كلمة اداتش كانت حلوة صراحة، هي تطبيلية وانا احب زورو فعجبتني صراحة. طيب اوكي، هو بيعارضنا بس زورو. اي هو ودي هو ساكت بس خشب زورو. قبيضك. السؤال اللي بعده عندك يا سعود، توقع شاطح ان المذكرات فيها كلام مكتوب ايضا كلام بلغه المونغلف، وفي كم سر ينكشف منها؟ طبعا ما راح يقدر يقراها الا روبن نهايه الارك مع البونغلف الحمراء. تفضل. يعتبر تعليق، هو تعليق، يعتبر تعليق، ما يحتاج تجاوب. اذا هذا التحرك هذا تحريك وانتاج الاستوديو حاليا، اجل كيف بالسطح؟ هذه تكلم حلقه الانمي. حلقه الانمي والله. أيوة والله ننتظرها على حرم الجمر. دي اي يقول في نظرية أنا أؤمن بها وأبغى رأيكم فيها، هذه أخر رأي فلازم نجاوب يسوي، اللي هي أن دراغون زوج ابنة جارب
وليس اب زوج ابنة قرب وليس ابنه زوج طيب العيله يا عمي العيله طيب اوكي حيث لا يوجد ولا شخص واحد قال ان دراجون ابن قارب حتى قارب نفسه قال لوفي هو ابوك ولم يقل ابني وبالحرب قالوا حفيد قارب وابن دراجون ولم يكتفوا بقول ابن دراجون والله يعني البحريه قالوا انه يعني متبري من ده والله بلاوي يعني بلاوي بتصير بس خلاص اعتبرها ما اعتبرها عندي 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 مثال بس مخيس فكمل واضح ان بذلتك مخيسة جدا سيء حمود دعم 10 دولار يقول متابع لكم 6 سنين كلمة واحدة اقولها لكم شكرا 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 حبيبي حمود تفضل يا جلو بس معليش بس هو في خطأ في المعلومة هذه لأن وقت ما كان قارب يرمي القنابل على لوفي في نسلوبي قال لست إلا طفل طفلي الله حلو بس خلاص اجل انا اتاكد فهذه هذه موجوده اصلا في الانمي مردود عليه شكرا جلو لاني كنت بجيب مثال شكرا طيب مساكم الله بالخير لا والله ابي اسمع المثال والله ابي اسمع المثال حتى الجمهور يسمع قول المثال قول المثال تعال شوقت والله هذا مزيق قسم ما حد قال لك قول 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 بيجيبوا كلامي نفسيكوا بقى قول قول ما تخافش الحين الحين اخوي الكبير ترك فأجي لأبوي أقول له أبو تركي تاني يمسكان ويعلقان ويجد انجلت فلا جيت أروح لتركي وش أقول له أقول له أبوي اللي قال لك مو عبد الرحمن صلاة يا جماعة ولا صلاة يلا كمل يلا يلا كمل إني قلت شيء أنا سمعتي حاجة مفروض ما أسمعها كأني بالله أقوله والله فلي قايل لكم سرقوا منكم أنا بعيد اللقطة عشان أفهم. سو سو كلب يا شباب سو كلب. سو سكيب مو كلب سكيب. يلا سكيب. اكتب شايف اللي أنت حط قلب ذا حط سكيب من. لا لا اللي يسوي كليبات يوديها لفصلات الطاقم بالله. يالله منتهيين هذه الفيديو الأول. بين ميكر يقول منورين الشباب الحمد لله لأن توقعي ماشي وكل شيء حسب الخطة أن كايدو مرتاح وجالس يقاتل بالملكي وأشوف يا ماجد أنك حاط توقع كبير مرة على موضوع التشافي حق كايدو مهما كان التشافي لا حدود ولا يشافي كل شيء لأن حتى فكرة العنقاء لتخصصها التشافي لا حدود وذكر في الفصل على لسان زيوس أن الضرر الداخلي يبقى شكرا لك بميكر لا خلاص يعني تبي تجاوب نجاوب لا ما راح تجاوب خلاص خليها انا تبرى تعليق ونجاذة شكرا لك يا بميكر وبرد عليك بعدين اتفق معاك يا بميكر حبيبي حق لك تتفق معه دي اي الوعد قدام دي اي برد اخرى هل من الممكن معانا 600 نقطة عندك يا رجال قاعدة تنجلد فيها تحت ورا الثاني اصبر بس يلا يلا قلت ما راح يطيح ما راح توقف وطاحت وقلت لا تخليني نفتح البيبان تفضل يا مسعود انا ايوه كايدو ما راح يوقف قتاله يتفرج وهذا وشغال انت قلت على لوفي قلت اذا طاح يا الله سالي بعده لا ابو مرحوم خبيث يجدع تدري قول جدع قول جدع يمكن انه هو صح هو صح ترى هو فاز ولا عنده نقطه واحده فاز بيها صح يا ابو هذا اخرتها بعد قدام لوفي بدا يقاتل رجل لرجل وبتشوف هل من الممكن ان كايدو يكون عدو اخرتها وبتشوف طب انت سلمت قبل شوي انك فايز علي سلمت فزت عليك بالجوله قبل طلعت لك سمعتك بالمايك اللي صار بعد انت يلا اوكي سعود هل من الممكن ان يكون بيصير لي وداتشي حق الطاقم هذا ترد عليك انا رد عليك عشر روح هل ممكن أن يكون كايدو هو عدو جوي بوي يعني كما كان جوي بوي منتظر فهناك شخص ينتظر اللي يمنعه نفس فكرة من انمي بوكو هيرو أكاديمي بدون ذكر الأسماء عشان لا نحرق لا ايه جاي لا أنا عن نفسي أشوف أن حكومة العالم هي اللي مفروض تكون عدوة جوي بوي وليس كايدو يعني احس ان كايدو يعني خلينا نقول انه هو يبي يدخل نفسه بالسالفه غصب هذا اللي اشوفه طيب طيب يا جلو بس سلام دانك وش توك صباح الخير شلونك هو يسوي لايك متجر دحوم حبيبي خليه بس علي لايك علي لايك اوه يضغط اللايك من الزوم من الزوم
الله والله تعليلك نرجسي لي خلاص زينه والله رهيب الصراحه والله رهيب هذه حلوه يا دحوم ايه لذلك لذلك اصلا سلام دانك افضل عمل رياضي يا رجل اقولك اقولك عن عليك انا اكلمك عن جوده اللوحه فعلا جوده رهيب بس واضح انه سريع واضح انه من متجر جيد واضح طيب بالله ارسل لي رقم المتجر لا على السعر مره كويس طيب برهم معلش في سؤال من اي سعود اللي يقول انكم ما تقرأوا التعليقات عطنا سؤال عشان لا يزعل علينا اي سعود يقول ماجد ليش ما يكون كايدو عرف الاسرار من العجوز اللي جابته وانو اساسا تفضل عندك سؤال انا أيه. يقول لك ماجد مع جوابته ساعه قدام جواب طول الحلقه لازم يمشي الدور أيه. انا عادي عادي احنا متابعين لك جاوب يلا صدق يلا اوكي عيد السؤال ماجد ما عيد السؤال عيد السؤال عجوز ايش ما سمعته والله قاعد اقول له اي ما يصير كايدو يعرف الحقيقه حق جوي بوي وهذا و... من العجوز من العجيز اللي جابته اصلا والله العجيز هذه عجوز شمطاء وراها بلاوي زرقاء عجوز النار عجوز النار هذه ولكن لا اظن انها تصل الى هذا المستوى يعني هي على حد وانو هذا حدودها يعني شيء برا وانو على مستوى الجوي بوي وكذا شيء فوق مستواها ولا تستاهل انها تكون توصل لهذا المستوى ان شاء الله. نعطيك سؤال يدحوم يقول لك هات الكل يتوقع ان اللي بينضم ياماتو او ماركو ممكن ينتهي الارك بانضمام الاثنين هل ممكن ينتهي الارك بانضمام الاثنين؟ كل شيء ممكن بالنسبه لاودا كل شيء ممكن هو قال ثلاث ايه والله شوف ممكن ماركو شوف ماركو حلو ويعني بيدرو وياماتو الله قال بيدرو صدق ان بيدرو كل هذه شخصيات يا زينك دحوم يا زينك كل هذه توك معنا توك بتغوله خلنا كمل يا بيدرو خلاص اسف كمل كل هذه شخصيات يعني ممكن يعني احيانا اذا كنت انت تحلم ممكن تصير يعني تصير موجوده اشي قناه لا 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 فعلا يعني ما يعني لو يجرح يداوي يعني لو انك كاتب انت راح تسوي هذا الامر فاهمني وما راح تدخل ياماتو يعني بعض الناس راح يدخلون ثلاثه فاود ترى على فكره ممكن يدخل ثلاثه في احتمال ولا لا في احتمال لكن انا عن نفسي كلب يا شباب ورجع كلب عليك انا ارجح ان الطاقم يحتاج قوه جباره يا ماركو يخليك حليف جديد بيدرو تضحيه عظيمه شكرا لك بيدرو ياماتو انضمام ياماتو اسمع انضمام في ياماتو ياماتو لان اودا عند حقوق الانسان والمساواه فبيدخلها اللي يقولون مرسجل اوكي كلام سعود منطقي والله للاسف اتفق مع اني ما احب ذا الشيء طيب السؤال اللي بعد لك يا جلو اتوقع اول ما تهبط اونيغاشيما على وانو البحريه بتتدخل على وانو وغارب بيكون موجود هو مع الثور الاخر هذا مجرد توقع اذا تبي تعلق عليه تعلق بعدين بيعطيك سؤال بداله سؤال اشوف ان اودن كتب بالتفاصيل وعادي ياما تقاريه قاري الروايه بس تبي تشوف الانمي وبالنسبة لتوقع انضمام ياماتو هذا من بين كيلر وبالنسبة لتوقع انضمام ياماتو أول واحد تكلم عن انضمام ابن كايدو كان شعيب في تحليل الغلاف قبل حتى لا تظهر ياماتو يوم قال كايدو للتوب يربوا روحوا جيبوا ابني الله ما أذكر هذا الشيء بس يستاهل كفى عليه سنة بكل حب ووفاء من فيجا كويت يا أسطورة سنة من الاشتراك 12 شهر أريجاتو أريجاتو دكتور عزام منورين الشباب وخصوصا ملك الظلام الحقيقي ابو خليل بيد الدولار خليل في القديمه ذي الله يعطيكم العافيه على المجهود وشكرا من كيو 8 ترابل اتش اريجاتو اريجاتو طبعا مو اسمه ترابل اتش وثلاثة اتش بس انا اختصرها ترابل اتش ذا 2 بي يقول جلو قريته الكويت كويت قريته رح والله اني فاهم طيب جلو وراه ساكوراغي ايش الفخامه هذه من دا تي اتش لا لفها 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 ما نبي ساكوراغي لا والله ساكوراغي لا لا هو نفسه بس والله اللوو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 و
في جوجل دحمي سلة حصل أول رابط تدخل عليه.
الاسعار رهيبه والامور طيبه. طيب اي التوصيل يوصل القصيم؟ ايه كل مكان الله. ايه ثلاث ايام ما شاء الله ويصل عند باب بيتكم. مشتاق لا 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 مميز جدا مميز وما هو حق واحد اعرفه ولا اي حاجه فعلا واضح يعني مره ما هو هذا مو تسويق مو تسويق الحيادي يعني موضوع اللوحه يلا وصلنا للسؤال من اخونا الغالي حسين لك يا جلو وهذا سؤال لابد نجاوب عليه. ما هي توقعاتكم للاسرار التي يعرفها كايدو؟ هل يعرف سر جوي بوي؟ هل يعرف سر الدي؟ او انه يعرف النبوءه واجزاء من القرن الغابر؟ يعرف جوي بوي ويعرف الدي، واعتقد ان الدي مربوط بجوي بوي بشكل كبير يعني. لا ما يعرف ايش صار يمكن في القرن الفارغ، ولكن يعرف الاسلحة الاسطورية ويعرف نبوءات بتصير في المستقبل. واعتقد الكلام اللي قاله احمد قبل شوية مرة مهم، حكاية يا انا اقضي على الشخص متنبأ بانه يكون الاعظم، او انه هذا الشخص هو اللي بيقدر يقتلني انا كايدو. فعندي جوابة احمد، المفروض نوقف دقيقة في حاجة معليش بقولها اذا تسمحوا لي يعني. صاحبنا عبد الرحمن الهمزه ساكوراغا هانامتشي، لا عبد الرحمن عبد الرحمن كينغدوم هيرو. ايوه هيرو شاك اليوم كتب كتابه عقد قرانه فالف بس الف مبروك الف مبروك ان شاء الله. الله يتمم لك على خير يا رب. معلش نسيت انا بدايه البث، ولكن الان الحمد لله اني ذكرت. انت تصل متاخره خيرا من لا تصل. دارك هوك السؤال موجه لاحمد اليماني والسؤال عندك يا احمد. سبحان الله ما في ستيم. ما ادري شنو قربت فيديو. هل انت مع او ضد نظريه قطع زورو لراس كايدو فوق عاصمه الزهور؟ إذا كان الهدف فقط أن شخص يقضي على كايدو بعد هزيمته ما نضد هذا الشيء، عادي يجي زورو ويعطيه يمعط راسه بتقنية الهاكل الملكي، هذا يستحضر القوة كاملة ويقدر يسوي ذا الشيء. لكن هل هذا راح يحدث مع أودا؟ أحس أنه شوي صعب. أودا قاعد يطبل زورو وزور أرك زورو هذا يا رجال وصل. نعم بس الفكرة انزور الان استهلك ومصاب بشكل كبير واضلاع مكسره، ما هي اصابات يتشافى منها فوريا ويقوم يقضي ويستخدم قوه يعني كبيره جدا بحيث انه يستطيع قطع راس كايد. يعني معاك ان زورو يقضي على توبي روب ويقضي على دولي حاليا يساعد نعم، بس صعب شوي كايد صعب. طيب السؤال اللي بعده لك يا عبد الباري. معليش بس بروم لا خلصنا اسئله، في سؤال من الشات اقراها الحين لنا كلنا. لا 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 لنا كلنا مو بعدين بلا خلاص. اوكي طيب يلا السؤال اللي بعده لك يا عبد الباري من مهند. طبعا لنا دعم فيجا كويت $350. الحمد لله على سلامتك يا شباب، هذا الدعم لعيون ملك الظلام الحقيقي جلو عشان لا ان شاء الله ابشر بسعادة. طيب مهند يقول المفروض في فجر العالم يكون بعد وارو. السؤال لك يا عبد الباري، توقعون الاحداث تتسارع بسرعه بدون ما يروح الطاقم لالبف، بما ان الطاقم راح يعرف وش راح يصير عن سابو؟ لا لانه اساسا خلاص المعركه بتنتهي باليوم ذا. لا انا ما اشوف انه ما راح تسارع، ما اشوف راح تسارع. لا طيب حلو صراحه، فكره حلوه بس لا ما اشوف الصراحه. نعود لك يا سعود. يقول لك خوفك تصير نقطه ضعف يا ماتو اذل شنو ما قل اذل تغني انت قاعد تترقص مثل الاودن. هذا الدور تأدي في وانو بغض النظر عن دوره في طخم قبعة القش، ممتاز الدور حلو بس هي ما تحسب نفسها ولد بدل خف تفصخ. لا يا والله رب. لا يا رب. على كذا انا راح اشكر الخمس سنين حق فاير فورس. هو فاير فورس هو ولا شو السالفه؟ مش فيك انت حيوان انا خايف. بلا تبرى سؤال اعطيك سؤال بداله يا سعود. يقول لك تينجو اللي هو هيتسو ظهر بدون اجنحه، هل هو خطا؟ واذا لا ليش كان قاعد يلبسها الاجنحه؟
خطا في الرسم ولا ايش؟ ترى فعلا في الرسم ما ظهر بدون اجنحه. نعم ما اظن ان خطا في الرسم لانه تكرر فريمين، فريم من ورا وفريم من قدام بدون اجنحه. يعني اظن والله اعلم انها هي فقط تركيب، مثل ما هو يركب العصا على اساس يطول نفسه يعني، ومثل الخشم ومثل القناع يعني. يعني لا تزال شخصية تتسو غامضة جدا حتى الآن. الرجال مركب يا رجل. سؤال بعده. سؤال بعده من اي دي زف. اسمك صعب يا غالي. لا. دي في زكريا. اخوان زكريا بقول زكريا وخلاص. طيب بالانجليزي كاتب السؤال بعد. يا رب ما يصير زراكي، يا رب ما يصير زراكي. شوغر ترم لوفي اند ترافجر انت تويز كود لوفي يوز هيز كانكراكي وايل هي ذا توي اند نوك اوف شوغر اند سيف اول ذا تويز. اوكي سؤال حلو. خلينا نقول ديف زيكر كذا. تذكرون اللقطه اللقطه جلو المايك المايك بس سمح افتح ليه يعني مو السؤال هذا في المفروض ان سؤال انمي يعني لا يتكلم عن الهكي حاليا بشكل عام ان الهكي الملكي هل تقدر تاثر عليه شكر ولا لا. وجهة نظري ان نعم احتمال ترى يوم كانت بتحولهم كان ممكن تحول لاو، ولكن قوه الهكي الملكي حق لوفي وعزيمته تمنع شكر من تحولها، زي ما لاو قال انا ما اقدر ابدل كايدو البيج مام بسبب قوه الهكي حقه. شوغر تعتبر ضعيفة جدا، فلربما ان فكهته ما كانت تتفاعل على لوفي اصلا. هذا وجهة نظري. ولو فعلا حولتها للعبة اعتقد انه نعم يستظل سيظل سيظل يحتفظ بقوة الهك الملكي حقه، لان شفنا مستر سولجر رغم انه كان دمي لانه احتفظ بقوته القتاليه وتقنياته وكذا. ف طبعا اكيد يوم رجع الجسم صار اقوى، ف ما ادري انتظروا انا. طيب السؤال اللي بعد لك تذكروني، هل شوغر حولت دونجن جاي ولا لا؟ حولته ايه حولته يعني هو والعملاق حولته الكثير والكثير. هو المشكله لما تحولك انك تصير عبد عندها تتامر فيك. طيب يا ما تبغون يقول رد عليه انجليزي عشان يفهم. يس هي هو شلون ارد على انجليزي؟ هو اجنبي اساسا، ليش جاي يتابعني اذا هو اجنبي؟ ميكي قط سؤال يا شو ورد وايد الله يتذكرين. والله اتشرف يعني، بس يعني اغلب المتابعين يصير الكيبورد حقه هو من برا في الكيبورد ما يكتب عربي فيكتب الانجليزي. نظام ايوبي، فاتوقع ان متابعنا يتابع عربي يسمع كلامنا إيه ما جد اتذكر قيد جاء واحد ايوب خوينا ايوب لا واحد اجنبي تابعنا ما وعارفنا ايش نتكلم. كان تابع اللايف رياكشن ما ادري لا ما اذكرنا حد قبل اللايف رياكشن. ما راح يسال سؤال خاص بالطريقه هذه اذا كان ما يعرف. anyway. السؤال اللي بعد لك يدحهم. يا ما تنضم اجباري لعده اسباب. اول مجرد انها تحكي للوفي قصتها مع إيس بيضمها بسبب وعد إيس لها، فهو يحقق لها الوعد. لا تنسى أن لوفي بيوفي بوعده دائما ويعتبر أن وعد إيس وعده. وأيضا الطاقم بحاجة لأشخاص ما يخافون عشان تتنوع الطاقم، يزيد ما يكون كله خوف وكوميديا من نفس نمط كل هذه الشخصيات. أوكي هذا يعتبر تعليق وليس سؤال. من أخونا الغالي نور يحترم يحترم تعليقه. نعم اوكي في الصفحة الثانية من الفصل في الفريم اللي تحت في الفريم اللي تحت في سيف عملاق على نيجاشيما. وش سالفته؟ ما ادري انت اول مرة تشوف السيف هذا موجود ترى من زمان يا بخام. يقول ديف زيكر يقول اي اندرستاند عربيك بات اي كانت تايب نفس النظام ايوه يعني اتوقع أيوه. شكرا يا ديف زيكر، اتمنى ان نطقت اسمك عدل. تفضل موضوع السيف. ايه موضوع السيف يعني انا اتوقع يتعلق ب شخص كان موجود زمان مثل ايش اسمه اوز او قبيله اوز قبيله العمالقه او الغيلان السابقين، فهم يمتلكون اكيد سيوف باحجامهم. كذلك في غلاف زمان اودا نزله عن شخص ضخم الحجم كان يسحب على ظهره سلسله نهايتها مربوطه بجزيره فيسمونها ساحب القارات ما ادري ايش. ممكن هذا السيف له علاقة فيه. نعم اتفق.
شكرا يا ABJ974 على الدعم 10 دولار مكتب يا سؤال أرجتو. السؤال اللي بعد لك يا عبد الجليل من أخونا الغالي عزوز القوبة، من راح يواجه سان جون وولف من طاقم تيتش السفينة الحربية؟ أضخم واحد من طاقم تيتش، من اللي راح يواجه من طاقم لوفي؟ والله هذا ترى بدري السؤال. هو بدري بس يعني إذا في أحد شوف الحين يستحق ولا لا؟ هو السؤال يا مستعجل يا مبكر، بس إنه أنا ضحى ولا شو يعني. لا بجلس. طيب مرهو بتحرك يبي لغزات. ما فهمت سؤال أنا. أنا حسيت إنه في طقة من تحت الحزام بس ما فهمت شيء. دلجيل. ها إيش روبيل؟ لا لا لا. شوف كاترينا ديفون حقت روبين يا رجل. ايه يا ماتو كاترينا ديفون شيكم على كاترينا انتم يا ابن الحلال يا ماتو ان شاء الله ما تنضم انضمت خلاص اسف اسف تكمل جوه السؤال ان شاء الله ما تنضم خلينا لا بعدين هذه كاترينا ديفون مكتوب تحتها اخطر امراه في العالم يا ماتو اخطر رجل راح تنزاع عن مكانها لكن الاخطر فعليا على حكومه العالم على يا روبين اخطر مرأة مع اخطر مرأة يعني هو واضحة الكاتب كذا حطه سان وولف هذا ان شاء الله تشبر تصحيح اخطر امرأة هي البيجمون وليست كاترين ترى بس ترى كالسفينة البحرية ترى تشبر يعتبر عنده اي صعينون طيب من فين تبغاني اجيب له واحد يعني لا بس نوضح لك يعني إيه خلاص يلا السؤال اللي بعده خلاص مين اكثر واحد يتضخم عند لوفي السؤال اللي بعده من سعود غازي اتمنى تقت اسمك عدل لك يا احمد اليماني عيال البيج مام جايين ولا لا وش وضع بريس بارو جاء وهم لا اشتقنا الجنرال افخم سموذي أول شيء رسبارو افترق عن الطاقم من البداية كان راكب على الجيلي حقه الحلاو وجاء لحاله فهو أساسا مش معاهم عشان يجون معاه لأنه جاء فهم مفترقين حاليا الجزيرة تطفو فلا هم ما حيجوا إلا لما تنزل الجزيرة على أرضوانه فلما تنزل أرضوانه نعم حيتدخلون طيب السؤال اللي بعد لك يا عبد الباري هل من الممكن ان دنجيرو يتدخل في معركه قتال ماركو مع كينج ويطلب من ماركو قتال كينج لتصفيه حسابات سابقه من معركه اودن قبل 20 سنه وهذا يؤدي لصعود ماركو لمساعده ياماتو ضد كايدو والله انا احبك يا دنجيرو بس انت لست بمستوى كينج لو يتقاتل يعني قتال بس انه يعني عن قولت يعني بس انت منقهر منه وتجلد ما عندي مشكله ما اشوفك الصراحه انك مستوى كينج لا وحتى ماركو لو بيقاتل كينج بالحاله ما يحتاج دانجرو يعني اثنين على كينج لا الصراحه هذه اوبر ماركو بيكمل او دانجرو لا ما في اثنين على كينج يقول لك انه ماركو يرجع يقاتل مع ياماتو على كايدو اوكي اذا ذاي بس انه دانجرو ما اشوف انه مستوى يعني بينزل عوض اوكي طيب سعود هذا تعليق مو سؤال بس اقراه عزيزه قال اتمنى تنضم يا ما تحرق عليهم كذا خلصوا ون بيس بسرعه بدون تمطيط امزح تراها كتومه وما حرقت حتى على ايس من قبل بعدها قربنا من اخر تعليقين هو هذا هو اخر سؤال احمد كلهم تعليقات اصلا احمد 91 الف بت يقول سؤال يا زعزع تساؤل زعزع على يامتو اصلا عنده مشكله مع البنات والله ارجع واقول لك ابو هانك تهبل وروبل تهبل ونامي تهبل وشيري واجه يقول لطالب زعزع يهبل هذا اخر تعليق اللي بنقرا شيري واجه يقول لطالب زعزع يقول الكلام ذا يوم يكون بالاستديو مو بيوم حرب كذا صير خلصنا كل الاسئله بروم في سؤال بروم اي سؤال لنا كلنا يلا عطنا طيب ترى السؤال يا جماعه ملعون على قولة بروم والله العظيم مره اسطوري من ابو زيوس يقول اي ثينك ام سما killed the old Joey boy and he will fight against Luffy and the final war okay طيب. that's why she has the big hat يعني يقول انه اروح برومان ترجم اوكي النظريه اللي سمعتها انا من يا نادر يا ديما والله ما بذكر انه هل من الممكن ام سما كل ما طلع جوي بوي جديد كل 100 سنه تقاتله
تقاتله تقتله عشان تقضي عليه وتنهيه قبل لا يسبب مشكلة. لهذا السبب عندها القبعة الضخمة العملاقة، ويوم جاءت تدخل القبعة العملاقة كان في 7 بوابات أخرى، فممكن أن البوابات الأخرى كلها فيها أجساد أو ذكريات أو تماثيل أو وتفر للأشخاص اللي قتلتهم. ولهذا السبب قاعد تستهدف حاليا لوفي وبلاك بيرد، ان ممكن بلاك بيرد يكون جوي بوي يا ملك الظلام الحقيقي، تستهدف لان تبي تقضي على الديل اللي ممكن يكون. انا ممكن اعترض يعني، اي حق لكل واحد يجاوب. انا بجاوب اول شيء على فكره، انا كنت اقولها يعني، انا اجاوب اول شيء، ما في اكثر من جوي بوي، جوي بوي واحد وقالها كايدو، فشلت انك تصبح جوي بوي ايضا، يعني في غيرك قاعدين يحاولون زي ما حاول روجر انه يصير هو الجوي بوي قبل 20 سنة، واكتشف انه جيم بكر، فالجوي بوي واحد. وكلمة وعد جوي بوي اللي صار قبل 800 سنة في البولينج نفسه ياتي من سيوفي بوعدي، فأي شخص جاء وما أوفى بالوعد هو ليس جوي بوي. يعني قاعد البعض يقول هذا مشروع جوي بوي، أقول لك على عيني وراسي أعتبره مشروع ما يهمني، ولكن هو ليس جوي بوي، جوي بوي متنبب من قبل 800 سنة، نعم. معروف متى ما سيولد، وحتى الملوك البحر تكلموا قالوا سيولد الحاكمان سيلتقيان ستضحك الحيتان بلا بلا بلا، يعني نبوءة مكتوبة. الحاكمان اللي هو تيتشو لوفي وشيراوشي طلع لنا تيتشو شيراوشي. تفضل روح انت. انا يعني اعتقد لو كان هذا الكلام صحيح كان ام سما تحركت بتحرك روجر، فاهمني؟ أي. الا اذا كنت تقول لي ام سما تعرف التاريخ وش بيصير في التاريخ وفي المستقبل وما ادري ايش، بقول لك هذا معناته انه ما في الا واحد تو ماتش. اي لكن اذا كانت فعلا ام سما كانت تحارب كل شخص حاول يصير جوي بوي، فالمفروض كانت تحارب روجر. فعليا ما حاربت روجر، لانه اصلا ما كانوا يعرفون ان روجر كان يلعب، ويوم عرفوا فقط يعني صار في مطاردة، ما صار الحرب اللي مثل ام سما يوم جات قالت ابغى ازيل العالم او اغير العالم او ادمر العالم. ما قالت، اتباعها قالوا اي ضل جاي تقتل. ايوه نور تمحينا من العالم. ايوه هذا الكلام المفروض يقال في زمن روجر، لو كان روجر كشخص جوي بوي لقب بجوي بوي. لا انا اعترض يعني، او اختلف، ما اعترض اختلف مع النظريه يعني. مين عنده اجابه؟ سؤال مرض منك، تفضل يا جلو. طيب محاربة كل جوي بوي يظهر صعبة بالنسبة لحكومة العالم، ولكن محاربة الجوي بوي اللي يظهر وقت ما الظروف تكون ملائمة هي المطلب. صح. أي فأنا أؤمن بأنه نفس الإرادة اللي عند لوفي كانت موجودة عند روجر، أنا هذه مؤمن فيها ومخلص منها وخلاص. وأكيد في قبل روجر شخص، وقبل اللي قبل روجر كان شخص. صح. نفس الإرادة تتوارث، إرادة موروثة. الله عليك، إرادة موروثة هذه موجودة عند قالها الوايت بيرد أفصح منه ما 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 عبر. فلكن متى يصير يعني الإرادة زي ما تقول ملائمة ظروفها؟ لما ينولد اللي زي مومونوسكي، ولما تنولد اللي زي شراوشي، ولا أشخاص ذولي مع بعض. ساعتها أبدأ أجمع الصور نفس إم سما، وأبدأ أشوف الشخص اللي المفروض أسحقه أولاً علشان نوقف جوي بوي الزمنها. صح، ذكرني. هذا هو اللي أنا ذكر شايف. حرب حكومة العالم يعني كانت الطريقة أنها تبعد وتغير وتخبي البونيقل، فيعتبر هذا حرب يعني. لا بس انت يعني هذا شيء طبيعي انها تسويه، هذا شيء طبيعي تسويه عشان تتعب او تصعب المهمه على الجوي بوي المستقبلي. بس هل في اكثر من جوي بوي؟ حتى سمعتها هي اصلا ايش صلحت في القرن الغابر؟ مسحت كل شيء عشان تمسح، عشان تحافظ على سمعتها، علشان الان ايه نفس ايش صلح هذا؟ صعبت الامر على كل الشيء. دوفلامينغو شوه سمعه الملك ريكو. ايوه، ولما يحول الاشخاص الى دوما يفقد الذكريات عنهم، فكانه مسح الذكريات اللي صارت قبل 10 سنوات تقريبا. فالاخير انت بتحكم، خلاص انت بتنسي الناس ايش صار او كيف انا حكمت او كيف ايش سويت يعني. هذا هو الاسلوب حق حكومه العالم، حاسس انه بذاك الكلام. لا هو في كلام كثير على اني انا بالنسبه لي ارى ان جوي بوي هو تبع النبوءه اللي موجودة عند إم سما، وموجودة حتى عند جوي بوي من قبل.
نستنى الدعم يخلص. حلو. اوه في دعم. ايه. لان في يعني انا يعني تذكرت برضو في من النبوءات اللي كانت في عهد الدول الاسلامية اللي هي عند الدولة الاموية والدولة العباسية، كيف ان في دولة راح تصير وهذه في دولة اللي هي اي ان مثلا عندنا تنبؤ ان في احد بيسقط فلسطين، في احد بيفتح فلسطين، ف فاي في النبوءات يعني اقصد ان المقصد عندي ان النبؤة لشخص واحد، اي واحد راح يجي قبل هذا الشخص اما انه يكون يعني شبيه أو تمهيد او تمهيد او لكنه ليس الشخص بالضبط. الله اكبر عليك. بس الله اكبر عليك، مثال جميل. طيب بقي انا واحمد. اي تفضل انت واحمد. طيب انا الصراحة اتفق مع الشيء ذا. ممكن اول شيء انا اشوف ان ام سما بنت، وانا مع ابو حمد اللي هو محمد النعامي يوم قالنا عن شو اسمه ماريجو ما ادري ايش هيرو مورغان هيرو مورغان. اللي يعرف ليج اوف ليجند بيعرف ايه مورغان. ايوه مورغان ما ادري الزبده انه او شوف انه بنت بس مورغان في الاساطير ترى برضو ما يدرون هي بنت ولا هي بنت هي ولد، لان ما يدرون احنا ما لنا الا الظاهر. فأنا أشوف أنه هي السبب الصراحة يعني، أو من أسباب يعني أشوف أنه مخلد هي والجراسي، فأشوف أنه مخلد هي والجراسي، فممكن هي من أسباب موت جوي بوي، ممكن هي من أسباب محو القرن الغابر، الأسرار كاملة، الأشياء كل ذول اللي صارت وما زالت خالدة. شلون تصير خالدة؟ نفس نظام جوليربوني، توارث الفاكهة ياخذونه طال عمر سعالي طق 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 دفلجي. انا اشوف انها الشيء ذا، فاشوف ان ام سما لا ايه له سبب موت جوي بوي، بل جوي بويات كلهن، ولكن الاساسي ايه له سبب. حلو. طيب روح احمد. ابو محمد انا ما عندي صراحه يعني اجابه، بس انا ما اشوف الا في جوي بوي واحد يعني اللي كان قبل 800 سنه، والقادم هو وريث جوي بوي ما هو جوي بوي. يعني هم يقولون جوي بوي هذا الزمان يعني يسوي نفس الشيء اللي قدر كان يقدر يسويه جوي بوي قبل 100 سنة فقط، مش نفس الشخص هو. يجي ليش. طيب يا شباب كذا نصير وصلنا لنهاية هذا البث، بس في تعليقين من أكاغامي 33 ترك سحبت على توقعي المفحم يا ابو ابراهيم ما قريت افا على اخر سؤال افا لا ما يصير انا سحبت على توقعك، انا ما سحبت على اي توقع ولا اي شيء مفحم، مو اي توقع، توقع مفحم. اذا انت ارسلته بعد ما احنا قلنا بنوقف طبيعي نسحبت عليه، انا في اسئله كثيره جت بعد، بس اذا قبل قرينا كل شيء قبل ولا يا سعود؟ لا والله ما في شيء، هو مفحم عشان كذا ما قدر يقرا. يا لا نقرأ، أنا ما عندي مشكلة، أنا قاعد أدور عليها، بس خلنا نقرأ. لو مرسل السؤال من جديد أصرف يا. طيب تشوف أنت شيء يجي هنا. إيه هو مرسل يعاتب. أنا ما عندي مشكلة يعاتب. هو أرسل يعاتب اللي هو عليك أنت. إيه إيه. بس وين السؤال؟ هذا السؤال أكاغامي أكاغامي. عندي توقع إن يا متى تبي تطبخ. شلون خطرنا هذا؟ أنا آسف. طلع فعلاً خطأ. أنا غلطان. طيب أكيد مثلاً يقول عندي توقع إن ياما تبي تطبخ للوفي أودن عليها العلم. ها؟ أودن عليها العلم طبق. عليها العلم إيه. ويبي يقول له انضمي لب قلبك وتبي تغني ويترقص. هذا المفحم. ويتسويه وبكذا تكسب سانجي بعد وحلا. وحلا فيفي عبد. هذا. قال يقول يعني اهلا يا فيفا عبدو بالطاقم يعني. هذا مفحم بدراجك ويت الله فيسك على رجل. هذه انا ماخذها منك. كذا وصلنا لنهايه هذا البث الجميل والممتع. طيب اكاغامي اسف اني والله خطرت التعليق، والله ما شفته، انا شافه قريته واريغاتو جميعا على الدعم والاسئله، والله اليوم كان في دعم اسطوري، استمتعنا معاكم، استرسنا معاكم. عمر 614 آسف جدا بسؤالك، جاء متأخر جدا، نحن خلاص خلصنا. أوكي قريت على تعليقك، إن شاء الله نحاول نتواصل وياك فيه. طيب كذا وصلنا لنهاية، طبعا ما نهينا بث المانجا لسه باقي الكينجدوم،
بس بننهي فقرة وام بي سوات زي سوات اللي تنزل من اليوتيوب. لذلك مختم كله معاي سبحانك الله وبحمدك شهد الله على الأنت جلو أكثر كوتوب إليك أحمد هذا زول الاشتراك هذا زول الاشتراك اللايك والشير ونشوفكم على خير.